مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم وسهرة رمضانية جديدة والأهلي في رمضان. زي ما حضراتكم عارفين، على مدار شهر رمضان الكريم بنكون معاكم وبنتعرف على أخبار كثيرة جدا جدا، أكيد منها أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي. خليني أرحب بالنهاردة في صحبة طبعا زميلي الكابتن هيثم السعيد، اللي بقول له كابتن هيثم كل سنة وانت طيب، منورنا ومشرفنا، وان شاء الله تكون حلقة يعني سعيدة وجميلة بروح رمضان ان شاء الله. كابتن هاني كل سنة وحضرتك طيب. انا طيب اللي يسعدني اكون مع قامة كبيرة ونجم كبير زي حضرتك، يعني انا كنت من الناس اللي كنت يعني بستمتع باداء كابتن هاني ومتابع رحلته الاحترافيه اللي قعدت في المانيا فتره طويله جدا. فالنهارده سبحان الله يعني ليا الشرف ان انا اكون معاه، وطبعا اكيد انا في منتهى السعاده اللي اكون مع جمهور نادي الاهلي العظيم النهارده في سهره رمضانيه. كل سنه وحضراتكم طيبين، وزي ما حضراتكم شايفين ايام رمضان بتعدي بسرعه لانها ايام اكيد جميله وحلوه، يا رب تفضل دايما جميله على مصر وعلى النادي الاهلي كمان ان شاء الله. النهارده عندنا اخبار كتيره كابتن هاني، اخبار كتيره واكيد اخبار تهم نادينا العظيم النادي الاهلي. خلينا يعني نبدا ب طبعا كان النهارده موجود وفد من نادي الهلال السوداني بيقدم واجب العزاء في وفاه الراحل السيد العمري فاروق، والكابتن الخطيب طبعا بيشكر، وكان في استقبالهم الحقيقه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبلهم النهارده في نادي الاهلي بالجزيره، وكان متواجد وفد من نادي الهلال السوداني على راسه طبعا هشام السباط رئيس النادي، وكان مجموعه الحقيقه كبيره جدا من اعضاء مجلس الاداره والقيادات التنفيذيه والرياضيه في النادي الشقيق موجودين في النادي الاهلي، اللي حرصوا اكيد على تقديم واجب العزاء في وفاه السيد الوزير العمري فاروق ربنا يرحمه. وكابتن الخطيب اكيد كان في استقبالهم، وعبر الحقيقه الكابتن محمود الخطيب عن خالص تقديره للزياره ورئيس نادي الهلال والوفد المرافق ليه، ويعني دي العلاقات الطيبه دايما. النادي الاهلي الحقيقه عنده علاقات طيبه مع كل الانديه سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، يعني والزياره دي الحقيقه بتعكس العلاقات التاريخيه ما بين النادي الاهلي والنادي الهلال السوداني، ناديين كبار جدا جدا، العلاقه اللي امتدت عبر عقود كبيره جدا جدا. والحقيقه اكد الجميع كابتن هيثم على امكانيات النادي الاهلي في يعني اللي بتدعم نادي كمان الهلال، وان النادي الاهلي وكابتن الخطيب قال لرئيس النادي والبعثه الموجوده ان الاهلي جاهز لتلبيه اي متطلبات خاصه الحقيقه بالاشقاء، ودي الروح الجميله اللي تسود دايما او النادي الاهلي الحقيقه يعني عنده علاقات طيبه كتيره جدا جدا ما بين الانديه سواء الانديه المصريه او الافريقيه وحتى خلاص حتى دلوقتي العالميه من خلال كاس العالم للانديه. وخليني اقول لحضرتك حاجه كابتن هاني، حاجه ملفته للنظر النهارده ان زياره طبعا وفد نادي الهلال ما كانش مقتصر على رئيس النادي فقط، النهارده وفد كبير صحيح من مجلس صحيح الاداره والاداره التنفيذيه كانوا موجودين، يعني معنى كده انه يعني كان وفد رسمي يعني قادم لهدف الزياره، ومش يعني حاجة عابرة، لا زيارة كانت مترتب لها وزيارة جاية بوفد كبير، فأكيد ده بيدل قد إيه طبعا عمق العلاقة الكبيرة وكل الحب اللي بيربطنا بيننا وبين نادي الهلال وكل الأندية الحقيقة السودانية. وطبعا يعني كابتن الخطيب أكد إنه يعني أول ما يعني الظروف تتحسن يعني إن شاء الله أكيد هيرد الزيارة أو هيكون في زيارة طبعا لنادي الهلال السوداني. وزي ما بقول لحضرتك كمان يعني يمكن معالي الوزير عمرو فاروق علاقاته الطيبة كانت ممتدة عبر الحدود، يعني كان كل المباريات اللي بتجمعنا بالاشقاء سواء الافارقه او العرب كان معالي الوزير عمرو فاروق بيكون متواجد، وكاميرا الابطال الحقيقه او كاميرا كان الاهلي قناه النادي الاهلي كانت موجوده الحقيقه في هذه الزياره. صورنا التقرير ده ونتفرج عليه ونرجع لحضراتكم تاني. العلاقه بين النادي الاهلي والنادي والهلال السوداني هي علاقه قديمه جدا، واحنا جينا الان لتعميق هذه العلاقه اكثر وتطويرها ان شاء الله في الايام القادمه. حترى العلاقه بين الناديين مشت الافضل والاحسن ان شاء الله على مستوى عالي ان شاء الله. نعم هذه زياره هدف منها يعني من بين الاهداف اللي هو تقديم العزاء في وفاه العامري. نعم هم كان هناك جاء يعني كان هنا كان جاءت مجموعه من المعطيين الاعزاء، لكن انا كنت في غياب وكان اودع ان اخذ انا كرئيس لهذه العزاء، ومن ثم تمتين العلاقه بين الفريقين
تطوير العلاقة. الأصل هي متميزة لكن متميزة أكثر إن شاء الله. كابتن الخطيب يعني في حديثه معنا أكد بأنه كل إمكانيات النادي متاحة، وأيضا وصلنا الآن لتكوين لجنة من الفريقين، وهذه اللجنة حتجلس وحتبحث عن أوجه التعاون المشتركة المختلفة للتعاون إن شاء الله، وترفع هذه التقرير إلى إن شاء الله للتوثيق والتوقيع إن شاء الله في الأيام القادمة. هي طبعا نادي الأهلي طبعا نادي كبير، نادي عريق ونادي قديم، له إسهامات كبيرة جدا وله بطولات كبيرة جدا على المستوى الأفريقي على المستوى العربي. هو فريق لا يستهان به، فريق ما سهل. فطبعا يعني أيضا برضو الهلال فريق ما سهل، فريق برضو لا يستهان به. وإن شاء الله يعني نتعاون مع بعض وإن شاء الله هنطور مع بعض وإن شاء الله هنمشي مع بعض على المستوى الأفريقي والعربي إن شاء الله. هي أصلا الفرق بتتبارى دي ندية، يعني دي جميلة جدا جدا، الناس تتبارى هذا يغلب هذا وهذا ينتصر على هذا، فده طبيعي جدا. فهي أصلا هي كرة أصلا هي يغلب يا مغلوب، يعني هي الكرة كده هكذا يعني. فإحنا أصلا هو هدفنا كله من الكرة يا طالب يا يعني تغلب تمشي قدام، فما في مشكلة إن شاء الله. فدي حاجة طبيعية الناس يعني بتتباين في النظر كيف النهاية، يعني إن شاء الله نمشي قدام ونطور وضعنا إن شاء الله. ما في غربة، إحنا كلنا كشعب واحد مبسوطين سعيدين، بنتحرك بحرية تامة كأن بلدك هي بلدك الثانية، فإحنا سعيدين جدا والله. نعم إحنا كده العمق العلاقة بين الأهل الأهلي والرياض السوداني، أنا زي ما قلت هي علاقة قديمة جدا، فإحنا جينا الآن لهذه العلاقة لتطويرها وتوطينها وتوصيغها والأمام إن شاء الله. فإحنا العلاقة بين الناديين علاقة قديمة وعلاقة مؤكدة، وأيضا العلاقة بين الشعبين هي علاقة قوية وعلاقة متينة. وحسي ما شفت الآن حسي الشعب المصري استقبل كل الشعب السوداني، طيب وكانت يعني الشعب السوداني حسي الآن معكم هنا في استقبال وفي ترحيب وفتاح. أنا نشكر الحكومة ونشكر الشعب لهذا الاستقبال وهذا الاستضافة. مرحب بك ومرحب بأسرة نادي الأهلي العملاق، كل عام والجميع بخير، الأهلي ومصر عموما. عاد الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، نحن في غاية السعادة. نحن لدينا يعني لغتنا نقول نحن الآن في ضيافة أو نزور هلال القاهرة، لأن تاريخيا الأهلي هو هلال القاهرة، والهلال الأهلي هو هلال السودان، وهلال السودان هو أهل القاهرة، وبيننا علاقات ممتدة صغلها التاريخ والإخاء وصغلها النيل العظيم، النيل الذي يسير بيننا بالخير. والنيل هذا له رواية وله حكاية، فالنيل يمتد من عندنا إلى مصر الشقيقة، وهو عبارة عن عناق حار بين النيلين الأزرق والأبيض، والأزرق والأبيض هما ألوان الهلال، هما لوناء وشعار الهلال. إذن يأتي الهلال إلى مصر عبر المياه، ويأتي إليها أيضا عبر الرياضة وعبر وشائج الإخاء والصداقة الذي بيننا أكبر من أن تصفه الكلمات. متى ما جينا إلى مصر شعرنا أننا في بلدنا الثاني، ومتى جاء المصريون إلى بلادنا هم بين أهلهم وبين ذويهم. حقيقة هذه هي المرة الثانية التي يؤدي فيها الهلال واجب العزاء في فقد الراحل المقيم رحمه الله، ونحن كنا حضور في التابين أو العزاء الرسمي الذي أقامه الأهلي. أنا كنت رئيسا للوفد، ولكن السيد الرئيس حبا منه وتقديرا للنادي الأهلي أصر على أن يقود وفد برئاسته هو عندما يحضر، وفي ذلك الوقت كان خارج السودان. وفعلا بمجرد أن حضر طلب إجراء الترتيبات لزيارة النادي الأهلي الذي بيننا أكبر، والسيد العامر فاروق عليه رحمة الله ورضوانه فقد كبير ليس للأهلي وليس لمصر، وإنما فقد للرياضة عموما. وكان رئيسا لبعثة الأهلي التي زارت السودان، وتشرفنا بلغائه والحديث إليه هناك. فحقيقة كان الاستقبال ودي أخوي حقيقة على أعلى وأرفع مستوى، وتبادلنا الكلمات الطيبات، وحقيقة هذا ما توقعنا، لم نتوقع غير ذلك. كما قلت في بعض الأحيان تأتي أمور عابرة يجب أن لا يغف الناس عندها كثيرا، المهم هو تجسيد هذه العلاقة، وكما قلت التي جسدها النيل وجسدها التاريخ وجسدها التعاون المشترك.
نعم داخل الملعب فليتنافس المتنافسون في إطار الروح الأخوية وما يسمى بالفير بلاي، ليس هناك مجاملة. الهلال فريق عظيم والأهلي أيضا فريق عظيم، والكل يسعى إلى أن يسطر في تاريخه الحافل المجيد مزيدا من البطولات، هذه لا رهان عليها، ولكن كل الأمر يجب أن ينتهي داخل الملعب. خارج الملعب نحن إخوة وأشقاء، ونعمل بعض مع بعضنا البعض لتطوير الرياضة في البلدين وفي الوطن العربي عموما. والأهلي وصل إلى مراحل متقدمة في بطولة إفريقيا، ونحن عاقدون العزم على أن نمضي غدما في هذه البطولة. حقيقة لا أود أن الحديث مجددا عن العلاقات، هذا أمر مفروغ منه، ولكن أقول أن الأهلي يعني محظوظ وسعيد بأن يكون على سدة الإدارة فيه رجل بغامة محمود الخطيب. هو ليس مجرد إداري ولاعب، هو فني، هو إداري، هو توفر له يعني حب وجماهير لم تتوفر لأحد من قبله، فهذه نعمة أنعم بها الله على النادي الأهلي. صورة رائعة زي ما قلت لحضراتكم، بتجسد العلاقة الطيبة جدا جدا ما بين النادي الأهلي. الحقيقة على مر العصور النادي الأهلي عنده علاقات جيدة جدا بالأشقاء، سواء على المستوى الأفريقي أو حتى على المستوى المحلي. كان زيارة مهمة جدا، وكان طبعا تأبين لذكرى وفاة طبعا السيد العامري فاروق، ووفد كبير جدا من الهلال السوداني شرفته يعني بلدكم التاني، وأهلا بيكم في مصر. كابتن هاني، كمان الزيارات دي تبقى ليها يعني تأثير كبير على الناحية الجماهيرية، يعني النهاردة جماهير الهلال وجماهير النادي الأهلي النهاردة بعد زيارة زي دي أتصور أنه حتى بيحصل تلاحم تاني وبيحصل ارتباط شديد بين الجماهير. الزيارات دي بتبقى ليها تأثير كبير جدا على الناحية الجماهيرية، هو ده اللي نتمناه، لأن في أول الآخر الرياضة بين الأشقاء هي اللي بتقرب المسافات. هو ما فيش مسافات طبعا بيننا وبين اشقائنا في السودان، ولكن طبعا مع الزيارات دي اكيد بتبقى الاوضاع احسن. هي دي الرساله الاكيده للرياضه وخاصه كره القدم الحقيقه، والنادي الاهلي الحقيقه دائما بيبروز الصوره دي في افضل صوره. خلينا يعني نروح، وكلنا مستنيين فرقتنا النادي الاهلي الحقيقه، او فرقه النادي الاهلي بترجع تاني لي التدريبات. حضراتكم عارفين طبعا كان في فتره راحه للاعبين، طبعا في عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي متواجد مع المنتخبات القوميه للاجنده الدوليه، لكن النهارده رجع فريق النادي الاهلي للتدريبات مره اخرى استعدادا لمباراه مهمه جدا في المشوار الافريقي امام سيمبا التنزاني ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. اعتقد معانا كريم احمد زميلنا ومراسلنا هناك في النادي الاهلي، عايزين نعرف منه كل الاخبار. احنا الحقيقه مشتاقين كمان جدا جدا لفرقتنا، منتظرين مباراه ان شاء الله، مباراه تكون مباراه كبيره على المستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه، مباراه صعبه ما فيش شك هنتكلم عليها، لكن مهم جدا ان احنا كمان نعرف اخبار فرقتنا ايه. النهارده اول تدريبه، وعايزين نعرف ونطمن على كل فرقتنا، وان شاء الله فريقنا باذن الله اعتقد هيتوجه يوم الاربعاء الى سيمبا التنزاني على موعد مع لقاء مهم جدا الجمعه القادم. كريم مساء الخير عليك، وكل سنه وانت طيب. مساء الخير عليك كابتننا الكابتن هاني رمزي، ومساء الخير على الكابتن هيثم السعيد، وكل سنه وكل الشعب المصري بخير. ويمكن زي ما انت قلت يا كابتن هاني، يعني كلنا مشتاقين الحقيقه نتابع النادي الاهلي من جديد، نتابع التدريبات. جمهورنا بيبقى متعطش الحقيقه ان هو يتابع كل اخبار فريق النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. الاجواء الرمضانيه الجميله جدا، تكون التدريبات مسائيه بتكون الحقيقه اجواء رائعه جدا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. اللي يمكن بنقول اسبوع عدى خلاص من الراحه، لكن الفتره اللي جايه كلها جهد وكلها شغل كبير جدا، تحديات كبيره بتنتظر للنادي الاهلي. انطلاقتها ان شاء الله بمشيئه الله تكون مباراه سيمبا التنزاني. توقيت المباراه الحقيقه مميز جدا، انت تكون فطرت وتبدا ان انت تستعد للمباراه في توقيت مساء، ما كناش معتادين على هذا الامر. عشان كده ان شاء الله باذن الله دي ممكن تكون مؤشر جيد جدا لفريق النادي الاهلي للتركيز الكبير وحسم ان شاء الله المباراه من المباراه الاولى. هي شوطين زي ما احنا عارفين، شوط اول في دار السلام في العاصمه طبعا او تنزانيا، والشوط الثاني ان شاء الله هنا في القاهره، لكن بناخدها مرحله مرحله زي ما مستر كولر معودنا. النهارده يمكن اول تدريب زي ما احنا عارفين لفريق النادي الاهلي بقياده مستر كولر، اللي يمكن على طول بيرجع من المطار على طول ساعات بسيطه جدا وبيتواجد في التدريب معتاد على هذا الامر. احنا عارفين طبعا عندنا نقص عددي بالنسبه ل
لاعبينا اللي في المنتخب، عندنا لاعبين مصابين. لكن انا عايز اقول خبر مهم جدا بالنسبه لك كابتن هاني، وبالنسبه طبعا للكابتن هيثم السعيد وكل جمهور النادي الاهلي، كل طبعا الجماهير عايزه تطمن على امام عاشور، حاله امام الامور بالنسبه له عامله ازاي؟ يعني من خلال سؤالنا لرئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد جاب الله، يعني امام غدا بمشيئه الله صباحا هيجري العمليه في الكتف ان شاء الله باذن الله، يقوم بالف سلامه. تمت التجهيزات والتحضيرات والتنسيق بشكل كامل مع منتخبنا الوطني والجهاز الطبي والجهاز ايضا كمان الطبي للنادي الاهلي، وتم اتخاذ القرار ان امام عاشور ان شاء الله غدا صباحا هيتم العمليه اللي خاصه بيه في الكتف ان شاء الله باذن الله، تكون عمليه ناجحه قيمه الحقيقه مميزه جدا، واحد من اللاعبين المؤثرين في خلال منتخبنا الوطني او للنادي الاهلي. لكن ان شاء الله بنتمنى له كل السلامه ويعود من جديد ان شاء الله باذن الله امام، يسترد قوته من جديد ليشارك كل نجوم النادي الاهلي في المرحله القادمه. ده الجزء الخاص بالنسبه لي امام عاشور. يمكن كمان عندنا الشناوي ماشي بشكل طيب جدا، وصل للمرحله الثانيه من التاهيل، يمكن في مجهود كبير بيبذل من الشناوي الحقيقه، يعني كان عنده دقه كبيره جدا في تنفيذ البرنامج التاهيل الموضوع ليه بقيمه الشناوي الحقيقه، وبخبرته كقائد لفريق النادي الاهلي عارف ان اهميه عودته مهمه جدا جدا في خلال الوقت، لكن التاني مهم جدا للشناوي. ايضا كمان وسام ابو علي يعني ماشي في مرحله مهمه جدا من التاهيل، شفناه النهارده هو بيجري طبعا فردي لكن واصل لمراحل مهمه جدا في التاهيل. الحسم بالنسبه لوسام الحقيقه لمباراه سيمبا لسه لم يتحدد هذا الامر، هل ممكن يكون وسام متواجد في القائمه؟ لان احنا لسه كابتن هاني يا كابتن هيثم عندنا يعني مده 3 ايام كمان هتكون تدريبات على ان يغادر فريق النادي الاهلي يوم 27 ان شاء الله الى تنزانيا. يمكن كمان حسين الشحات بيواصل عمليات البرنامج الطبي الموضوع لكل اللعيبه الحقيقه، يعني الجهاز الطبي شايل شيله كبيره جدا الحقيقه الفتره الماضيه، لعيبه يمكن بترجع من المنتخب ليها اصابات، عندنا لعيبه بنحتاجها ان انت تاهل بشكل كبير جدا لان انت العناصر كلها محتاجه ان تكون معاك خلال الفتره القادمه. لكن الامور طيبه الحمد لله لكل المؤهلين او كل اللعيبه المصابين. لكن يمكن زي ما قلنا امام هي الحقيقه الحاله اللي يمكن كل جمهور النادي الاهلي كان بينتظر ان هو يكون عارف امام ايه الامور بالنسبه له. غدا ان شاء الله بناكد على هذا الامر، تكون العمليه الخاصه لامام عاشور، وان شاء الله باذن الله يرجع بالف سلامه مع كل جمهور النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي. كريم، يمكن محتاجين برضو نطمن على الناحية المعنوية للفريق النهاردة، انت ما عندكش وقت كبير، انت عندك يوم الجمعة المباراة على طول، يعني ما فيش وقت لعودة اللعيبة الدوليين، هتبقى آخر مباراة الفاينل هتبقى يوم الثلاث، يعني هيكونوا معاك من يوم الأربع، فلازم يكون ده يعني نطمن على الناحية المعنوية لأن دي اللي ممكن تعوض أي نقص في الاستعداد للمباراة. بالتاكيد يا كابتن هيثم، هي نقطه مهمه جدا الحقيقه، ويمكن احنا على طول رهنا على الخبرات وعلى كباتن فريق النادي الاهلي الحقيقه، يعني الفصل مهم جدا والتحفيز مهم جدا وتجديد الدوافع والرغبه، الرغبه موجوده لكن ان انت يبقى في حافز كبير وفي امل كبير جدا للتحدي القادم. جمهور النادي الاهلي الحقيقه كمان يمكن عليه عامل كبير جدا في شد من ازر اللعيبه والتحفيز، لان احنا اللعيبه الحقيقه لعيبتنا مجهده بالنسبه للمنتخب، بترجع 48 ساعه بتبدا تسافر الى تنزانيا او لاي دوله بتكون مشارك فيها النادي الاهلي فيها المباراه، ففي مجهود كبير بيبذل من خلال للمنتخب. وايضا كمان المجموعه المتواجده مع مستر كولر، التدريبات الحقيقه تدريبات قويه، يمكن النهارده زي ما بنقول اول يوم، لكن المعتاد مع مستر كولر ان هو الراجل بيدي الجرعه التدريبيه للكل، مين يكون متواجد مين يكون متواجد في القائمه، الراجل بينتظر لاخر يوم في التدريبات، فعشان كده الحقيقه بنشوف الحماس الكبير وبنشوف كل لعيب عايز يحجز مكان، وده امر مهم، المصلحه كلها هي مصلحه النادي الاهلي والهدف كله ان انت ترفع اسم النادي الاهلي عالي. لكن الحقيقه الشيء الايجابي جدا ان اي حد بيكون متواجد اللي بيغيب بتلاقي واحد واثنين وثلاثه بيسد هذه الخانه، فعشان كده في وعي كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي للمرحله القادمه، زي ما بنقول الرغبه موجوده لكن ينقصني توفيق ربنا سبحانه وتعالى. هي مباراه صعبه زي ما كابتن هاني قال، يمكن التوقيت بس هو اللي احنا مراهنين عليه ان شاء الله، لعيبه النادي الاهلي بحماسها وبقوتها بشخصيه النادي الاهلي، كل الامور دي بالنسبه لنا احنا عارفينها، لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى لو مع لعيبتنا في المباراه الاولى هتسهل الامور كثيره جدا. فان شاء الله باذن الله مع مرور الايام 3 ايام القادمين ان شاء الله قبل السفر، يعني ربنا يحافظ على لعيبتنا بس من الاصابات، زي ما بقول لك في حماس وفي جديه ان شاء الله باذن الله تكون السكواد كله مع فريق النادي الاهلي في مباراه سيمبا التنزاني. طيب كريم، يعني قبل ما نسيبك عايزين من خلال تواجدك مده الغياب قد ايه، ولا لسه الامور ما اتحسمتش مده غياب امام عاشور؟ طبعا ربنا يقومه بالسلامه، بكره زي ما انت قلت بكره الصبح في عمليه، لكن مده الغياب هتكون قد ايه؟ هل في لسه معالم واضحه لمده الغياب، ولا من خلال طبعا بعد العمليه نطمن عليه ومن خلال الدكتور ياكد على مده غيابه؟
يمكن طبعا يا كابتن هاني احنا هننتظر نقطه مهمه طبعا حضرتك بتتكلم فيها، كلنا عايزين نطمن وجمهور النادي الاهلي عايز يطمن على امام، لكن يعني يمكن هي مشابهه شويه للشناوي، يمكن رضا سليم كمان كان في نفس الامر في نفس الاصابه، لكن هي بترجع للبرنامج اللي بيوضع لامام ومدى تنفيذه، يعني ممكن تكون المده قليله لكن مش حابين نحسم هذا الامر الا غدا ان شاء الله، لان انت العمليه برده ممكن تشوف في الكتف في الترقوه ايه الامور بالنسبه للتشخيص الطبي او الريبورت اللي هيتكتب بعد العمليه، لكن يعني مش عايزين نقول ميعاد على قد ما احنا بنتمنى له كل السلامه ان هو يعود من جديد، لكن المجهود اللي بيبذل الحقيقه من مجلس اداره النادي الاهلي بالتنسيق مع الكابتن خالد بيبو مع الجهاز الطبي مع جهاز المنتخب عشان توصل للمرحله دي، في امور مهمه جدا ان شاء الله باذن الله تساعد امام عاشور والفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تساعده في التاهيل، لكن مش قادرين نحسم هذا الامر الا لما يكون الامر الطبي بالنسبه لنا احنا يكون امر مهم جدا يا كابتن هاني. كريم طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، كريم احمد زميلنا العزيز طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره ومن ملعب مختار التتش بنشكرك طبعا، يعني غطيت كل النقاط الحقيقه بيتساءل عليها جمهورنا، بنشكرك يا كريم. وخليني اقول لحضراتكم انه يعني اصابه الشناوي كانت في الكتف، اصابه امام في الكتف، يعني النهارده كره القدم ما بقتش اللعبه اللي بتتصاب في الرجلين بس يا كابتن، لا ورضا سليم كمان كان عنده نفس الاصابه الحقيقه، فالموضوع خلي بالك يعني القصه كلها طبعا هو يعني ضريبه النادي الاهلي الحقيقه، النادي الاهلي طبعا حمل كبير للاعيبه، حمل وضغط كبير جدا جدا على مستوى المنتخبات، النادي الاهلي دايما اكبر عدد من اللاعبين موجودين في منتخب مصر سواء على مستوى الناشئين او شباب او اولمبي، والمنتخب الاول في 9 لاعبين موجودين من النادي الاهلي، فالحقيقه اكيد اصابه امام زعلتنا كلنا، لكن كمان عندنا كل الثقه بكل اللعيبه الحقيقه، يعني امام طبعا من اللعيبه المؤثره جدا جدا على المستوى الفني في النادي الاهلي، ولكن عندنا ثقه في لعيبتنا كلها وان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه، بكره ان شاء الله الصبح هيكون في عمليه، بعد العمليه زي ما قال كريم هنعرف بالظبط تفاصيله والغياب هيكون قد ايه، فكل طبعا يعني دعائنا لامام عاشور بالعوده سلامه، ان شاء الله انا متاكد ان شاء الله هيرجع سريعا، لانه عنده الحقيقه عنده اراده قويه جدا جدا جدا، وكلنا شفنا اللقطه يعني كان بيبكي انه خارج من الملعب، صحيح. لان عارف مشواره سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي مشوار طويل، لكن سلامه اللاعبين اولا واخيرا، ان شاء الله بكره نطمن على امام بعد العمليه. وخليني اقول لحضرتك حاجه برضو يا كابتن، العمليات او لما حد بيلجا العمليه دي بتبقى تدخل جراحي بيبقى مضطر اليه الجهاز الطبي عشان يرد امر لاصله، ولكن الغيابات بتكون زي ما قال كريم بالظبط بتبقى على حسب كل واحد والتاني، يعني ممكن واحد يعمل العمليه دي يقعد 3 شهور، انا ما بقولش مواعيد انا بقول اكس من الناس، ممكن حد ياخد يعمل العمليه دي يقعد شهرين، هي على حسب طبيعه كل واحد واللي بيقدر الدكتور يحدد على عمق وتفاصيل الطبيه، ودي اللي اكيد بكره واكيد النادي الاهلي هيطلع تقرير عن طبي عن امام عشان يطمن بيه كل جماهيره. وخلينا برضو يا كابتن يعني امبارح كان طبعا اصابه امام عاشور كانت الحقيقه يعني احزنتنا كلنا، ولكن مكسب منتخب مصر امبارح في ماتش نيوزيلندا وتاهله للمباراه النهائيه امبارح كان فيها يعني امور عديده ومكسب كبير، اولا مكسب المنتخب مصر وده المشاركه الاولى او الظهور الاول تحت قياده الكابتن حسام حسن، الجميل كمان اللي هو الملعب مصر في العاصمه الاداريه حاجه بنيه تحتيه قويه جدا، يعني اد فاليو رهيبه لكره القدم المصريه، بملعب بهذه المواصفات بالارضيه دي بالسعه الجماهيريه دي، فامبارح كان في يعني امور كثيره، المنتخب يعني ادى اداء مش وحش يعني جيد نوعا ما بالنسبه للمشاركه الاولى، وطبعا ما اقدرش اتكلم في الكوره كابتن هاني موجود كابتن هاني رايك ايه؟ كريم هنتكلم طبعا في الكوره ونتكلم في الفنيات، لكن الحقيقه أنا كنت متواجد في الملعب الحقيقة، يعني كنت متواجد امبارح في الاستاد، عايز أقول لك إن الاستاد يعني منشأ عالمي على أعلى مستوى من التجهيزات، الحقيقة الواحد كان فخور جدا 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 إن كمان في وقت قليل قوي قدرنا نعمل هذا الصرح الكبير، أنا كنت متواجد الحقيقة هناك وكان ليا لقاءين حابب أحكي مع حضراتكم فيها، لقاءين بعيد عن الكورة وبعيد عن الفنيات هنتكلم عليها، لكن وانا هناك الحقيقه كان مش عايز اقول لكم التنظيم كان تنظيم اكتر من رائع، دخول الجماهير وخروجها على مستوى عالي جدا، الشكل الاستاد وانت جاي كمان من طريق السخنه كده وبتبص على الاستاد حاجه عظيمه جدا جدا، كمان لما دخلنا الملعب ودخلنا الاستاد الحقيقه كان في انبهار من الجميع الحقيقه، وانا كنت واحد منهم ان احنا الحقيقه وصلنا لعملية من التنظيم وعملية من الإرادة إن احنا نعمل هذا الصرح الكبير ويكون منشأ رياضي عالمي وسط مدينة رياضية متميزة جدا الحقيقة في الوقت القصير ده يا كابتن، الوقت قصير جدا يا كابتن، وبنية أساسية بتضيف للحقيقة الكرة المصرية والرياضة بشكل عام.
اللقاءين اللي عايز احكي لحضراتكم عليه ده طبعا قدامكم طبعا الصوره، والصوره كمان بالليل بيبقى مختلفه كمان، يعني الصور دي بالنهار بالليل بيبقى مختلف جدا. الالوان الاستاد الوان الاستاد من بره بتبقى بتاخد الوان واشكال. دي طبعا قريه، وعايز اقول لك صرح كبير جدا جدا منها هذا الاستاد العملاق. انا عايز افرحك كمان يا كابتن هاني، احنا النهارده عندك ثلاث صالات مغطاه بقى، يعني في الالعاب الاخرى طبعاً. حاجه مدينة أولمبية يا كابتن. مدينة أولمبية. النهارده عندك تراك فروسيه، عندك ميدان رمايه، عندك النهارده القريه دي لما جه مستر توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه قال ايه ده، طب انتوا خلاص يعني، وكان المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه لما كان ضيفنا في الابطال قال انه مصر جاهزه تستضيف الاولمبياد. وده الهدف الاساسي، يعني ان شاء الله في المستقبل القريب ان مصر تستضيف الاولمبياد، حدث اكبر حدث يعني على مستوى العالم في الرياضه هو الدوله الافريقيه تبقى ليها الشرف تنظيمها طبعا. واحنا عندنا البنيه التحتيه، الصور اللي قدام حضراتكم بتبين قد ايه هذا الصرح. وزي ما بقول لحضراتكم الجزء اللي عايز اتكلم فيه، الحقيقه اتقابلت مع بعض الناس عمال، العمال اللي بنوا هذا الصرح الحقيقه كلهم مصريين، وكنت شايف في عينيهم سعاده كبيره جدا جدا، عمال بساط جدا اللي كانوا بيشتغلوا في هذا الصرح الكبير، وكان عندهم نوع من الفخر الحقيقه انه وهم بيقولوا لي يا كابتن احنا كنا شغالين بايدينا في الاستاد دوت وبنيناه طوبه، والحقيقه كان عندهم نوع من الفخر والسعاده انه يشوفوا نتيجه مجهود كبير جدا جدا وتعب كبير جدا، ولكن الصوره الحقيقه كانت صوره رائعه. الجزء الثاني قابلت ناس من نيوزيلندا، من وفد نيوزيلندا الحقيقه، وبدات اتكلم معاهم، يعني اتكلمنا في الكوره ويعني واتكلمنا شويه في بعض الامور الفنيه، لكن كمان قالوا لي هذا الصرح يعني صرح كبير جدا وافتتاح اكتر من رائع، تنظيم اكتر من رائع، وهم كمان انبهروا الحقيقه بهذا الصرح الكبير جدا. ويعني كان منهم اول واحد يعني حد اول مره يجي مصر الحقيقه، وكان يعني قال مصر بلد جميله جدا جدا جدا، وهيزوره او هيجي تاني مع اسرته في الفتره الجايه، وده كمان شيء مهم جدا، بتعمل ماركتنج وبتعمل دعايه ايجابيه جدا جدا لمصر من خلال صرح كبير. عايز الحقيقه اشكر على كل واحد ساهم في بناء هذا الصرح، عايز اشكر كمان الشركه المتحده للرياضه الحقيقه اللي كانت عملت الحقيقه افتتاحيه رائعة، افتتاحية على مستوى احترافي كبير جدا جدا جدا، كان ناقصها بس ان الاستاد يكون مليان، وان شاء الله انا شايف ان الفترة اللي جاية في بعض المجهودات او بعض الاقتراحات ان شاء الله يكون في يعني ايفنتات على مستوى عالي جدا، وده وجود جماهير كبيرة ان شاء الله تزين هذا الصرح الكبير. فالحقيقة كانت ليلة جميلة جدا، بالاضافة طبعا هناك يا كابتن الحقيقة كويسة ان الصرح الكبير ده طبعا يعني طبعا لحظات بتبقى جميلة جدا. وكمان خلينا اقول اللي كمل الجمال هو فوز منتخب مصر امبارح 1-0 طبعا بضربة حرة، وكان من اصابة ضربة جزاء انا اسف ضربة جزاء كان بنتيجة الفاول اللي حصل مع امام عاشور للاسف. يعني قصدي اقول ان امام هو يعني حتى الإصابة بتاعته كان ليها تأثير كبير، حتى يعني لاعب مهم جدا في منتخب مصر. كمان خليني أقول لكم كمان إنه كان في 6 امبارح شاركوا من النادي الأهلي في المنتخب، وده رقم كبير، يعني برضو أنت النهاردة محتاج اللعيبة دي ترجع وتريكفر خلال 48 ساعة عشان تستعد لمباراة سيمبا. بتهيألي إن شاء الله النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي قادرين. عندنا رامي ربيعة كان موجود، محمد عمنا، محمد هاني، محمد مجدي قفشة، وإمام عاشور، ومروان حمدي. يعني القصد اقوله ان شاء الله اللعيبه تقدر توفق ان شاء الله في مباراه الفاينل اللي هيكون ما بين تونس اللي تأهل من تونس وكرواتيا اللي بتلعب دلوقتي، وهتبقى المباراه النهائيه ان شاء الله يوم اكيد التالي. اكيد هتبقى مباراه كبيره الحقيقه، وزي ما بنتكلم يعني المباراه على المستوى الفني يعني مباراه متوسطه، يعني في بعض الاحيان كان الاداء جيد، ولكن مش هي دي المباراه اللي هنقيم بيها الحقيقه الكابتن حسام حسن. الكابتن حسام حسن بيحاول بنعمل مش هقول جيل جديد، ولكن بنعمل شكل جديد للمنتخب الحقيقه. كل التوفيق للكابتن حسام حسن. كانت المباراه على المستوى الفني بتروح وتيجي، بعض الفترات كنا فيها شكلنا افضل، بعض الفترات كان منتخب نيوزيلندا كان شكله افضل شويه، ولكن الايجابيات كانت كثيره جدا، كانت احتفاليه كبيره جدا، الفوز كان مهم جدا، الفوز مهم جدا في اول مشوار للكابتن حسام حسن يتاهل للمباراه النهائيه ان شاء الله. في انتظار طبعا المباراه بتتلعب دلوقتي ما بين المنتخب التونسي ومنتخب كرواتيا، الاثنين منتخبين كبار جدا، وننتظر النتيجه، يكون الطرف الكسبان هو ان شاء الله هيقابل منتخب مصر يوم الثلاث على نهائي كاس يعني العاصمه الاداريه، وان شاء الله باذن الله تكون
يوم الثلاث كمان نعمل اداء افضل ويكون نتيجه ايجابيه، لان ده يعني كمان هيدي روح معنويه عاليه للمشوار اللي جاي. المشوار اللي جاي هو الاهم، مشوار التاهل لكاس العالم مع اداره فنيه جديده كابتن حسام حسن. نتمنى له كل التوفيق. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن. وخلينا بقى نروح لاخبارنا المتتابعه. زي ما حضراتكم عارفين منتخبات مصر كلها كانت في غانا عشان بطوله الالعاب الافريقيه. مفروض البطوله دي كانت تتلعب السنه اللي فاتت 2023، ولكن تم تاجيلها نتيجه طبعا استعدادات طبعا غانا، لان ما كانتش الدنيا هناك جاهزه لاستقبال البطوله فتاجلت ل 2024. ولكن هي الالعاب الافريقيه 23 زي ما حصل في طوكيو برضو اتلعبت في 21 وهي كانت 2020، يعني بتحتفظ بالتاريخ بتاعها ولكن بتتلعب مؤجله. مصر الحمد لله ادت اداء كبير جدا جدا هناك واستطاعت انها تفوز بدرع البطوله او باكثر ميداليات، وهنقول ده بالتفصيل في خبر لاحق. ولكن ابرز الفرق اللي شاركت واللي ادت اداء كويس جدا وحققت التارجت من مشاركتها في هذه البطوله هو منتخب مصر كره اليد. اللي عايز اوضح لحضراتكم ان منتخب مصر كره اليد اللي شارك كان بقياده كابتن طارق محروس نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فني النادي الاهلي السابق، وطبعا تاريخ كبير لكابتن طارق محروس مع المنتخبات القوميه وتحقيق ميداليات في كؤوس عالم. يعني كابتن طارق ليه باع كتير، هو كان المدير الفني وكان فريق 2004 فريق الشباب تحت 20 سنه اللي عنده اشتراكات دولية هو اللي شارك ومطعم ببعض اللاعبين الكبار أكبر سن نسبيا يعني مع المنتخب وشاركوا. الحمد لله استطاعوا أن يفوزوا بالذهب بعد مباراة في الفاينل كانت صعبة جدا مع كونغو برازافيل وانتهى 33-32. حقق التارجت من المشاركة المنتخب أنه خد الذهب وفي نفس الوقت أنه استعد جيدا بالفريق ده اللي هيكون نواة منتخب مصر الكبير. والحقيقة المنتخب وصل منذ يعني ساعات قليلة إلى أرض مصر، وكان لازم يكون معنا أكيد الكابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر واللي فاز بالميدالية الذهبية. أهلا بيك يا كابتن طارق وألف مبروك وحمد لله على السلامة. أهلا بيك يا هيثم، إزيك وصحتك وكل سنة وأنتم طيبين وكل سنة وكل مشاهدين قناة النادي الأهلي طيبين. إحنا قضينا رمضان أول يوم كنا هناك. نعم. طبعا احنا لسه واقفين في الاتوبيس، احنا لسه نازلين حالا. الحمد لله على السلامه كابتن. الف مبروك كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي طبعا بيقول لحضرتك الف مبروك وحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الف مبروك كابتن. الله يخليك. الف مبروك وانت طيب يا كابتن. انا بسمع صوتك اول ما ننزل الارض كده يبقى احنا معانا النادي الاهلي، دي حاجه كبيره طبعا يا كابتن. طبعا الف مبروك يا كابتن. وكلمنا على البطوله وظروفها الصعبه خاصه انها كانت في شهر رمضان واللعيبه صايمه وكمان فرق كتير رايحه بالفريق الاول واحنا رايحين بالشباب، طبعا اكيد ما يقلوش ابدا على المنتخب الكبير. كلمنا على الصعوبات اللي قابلتها كابتن طارق. والله الصعوبات في حاجات كتير قوي، صعوبات في الاقامه، صعوبات في الاعاشه زي ما انت قلت هم مش جاهزين، فكان في صعوبات في الاقامه وصعوبات في الاعاشه وصعوبات في الاكل والتنقلات. لكن تتخيل ان احنا خلصنا ماتش النهائي الساعه 8 ورجعنا السكن الساعه 11 بالليل لان ما كانش في اوتوبيسات، الاوتوبيسات كلها مشيت وثبتنا في القاعه. لكن الحمد لله احنا رايحين لينا هدف. احنا عندنا فريق منتخب 2004 احنا بنعد بطوله افريقيا وكاس العالم، كان لينا هدف في التارجت ان احنا نطلع في الثلاثه الاوائل. لكن لما رحنا هناك ما اخبيش عليك احنا طمعنا في البطوله وزدنا الحمد لله بوجود الخبرات اللي كانت موجود معانا زي حميد وفوكس ولاشين والمجموعه الكبيره دي كانت ليها دعم كبير مع مجموعه الشباب. والحمد لله كانت مباراه صعبه جدا، فرقه الكونغو فيها اربع لعيبه محترفين في اسبانيا وفرنسا ولعيبه تقال يعني، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا الاولاد يستوعبوا المباراه والمحاضرات اللي احنا قدمناها قبل المباراه كانت كويسه وقدروا ينزلوا الشوط الثالث الاول. عملنا شوط كبير جدا الحمد لله تفوقنا 19-15، لكن الشوط الثاني انت عارف بقى قله خبرات عند اللعيبه ومع الضغط. احنا كنا بنلعب في ملعب مكشوف. ما انا شايف يا كابتن الصور انتوا عرقانين جامد جدا، ويعني انتوا كجهاز الزي كله ميه عرق يعني ما بيعرقوا هم واقفين. الرطوبه هيثم 91 يا خبر ابيض يا خبر ابيض. تخيل الجو عامل ازاي. وطبعا انت عارف احنا في رمضان فاللعيبه صايمه وفتره، فالكلام ده كله بيعمل خلل في الجهاز الهضمي والعصبي. طبعا انتوا لعيبه كبار، كابتن هيثم لعيب كبير جدا وكابتن هاني رمزي طبعا من اللعيبه اللي نفخر ان كانوا محترفين في مصر طبعا ولها باع كبير في الرفع. عارف يعني ايه التغذيه مهمه. صحيح. وخاصه المباريات في رمضان يا كابتن بيبقى الحقيقه بيبقى لود كمان على اللعيب بشكل كبير جدا.
زي ما انت بتقول بيبقى يعني هو طبعا بيبقى العمليه بتبقى صعبه جدا في عمليه التغذيه وكمان فقدان الميه فترات طويله. فخلينا اكلمك يا كابتن على نقطه مهمه جدا. الحقيقه بنقول لك مبروك وحققت يمكن اكتر كمان من التارجت، لكن كمان الهدف، وعايز اكلمك عن منظومه كره اليد الحقيقه في مصر ونربطها بكره القدم. حضرتك قلت ان انت بتعد الولاد دول ان هم يكونوا يعني في المستقبل القريب قوي تكملة للمنتخب الأول، وده الهدف الأساسي من منتخبات سواء ناشئين أو شباب. فطمنا على الجيل الجاي، طمنا على المستقبل. هو احنا لو بنتكلم على السلسلة اللي احنا متابعينها من زمان من أيام ما عملها الدكتور حسن مصطفى، إن جيل سالم جيل، احنا عندنا الجيل الموجود حاليا في منتخب مصر هي الأولمبيات الجاية في حوالي 12 لعيب فوق ال 30 سنة، وبالتالي الاتحاد بيفكر ان هو يبتدي بعد الاولمبياد يعمل ايه. فاحنا دلوقتي بنجهز جيل يقدر بعد ما اي لعيب ما يقدرش يكمل او ما يقدرش الظروف تساعده ان هو يكمل، رغم ان طبعا لازم يكونوا في لعيب خبرات موجوده، لكن برضك 12 لعيب كتير يكونوا موجودين في قوام منتخب فوق ال 30 سنه، وبالتالي احنا بنجهز لعيبه تقدر الفترة القادمة من خلال احتكاكات الماتشات القوية، من خلال اللعبة مع مدارس فيها أجسام فيها قوة فيها مهارات، وبالتالي الحاجات دي بتساعد إن اللعيب بسرعة ياخد خبراته، بحيث إنه لما ينضم على المجموعة اللي هتبقى موجودة ما يبقاش فيه جاب ما بينه وما بين القديم. ودي السياسة اللي متابعينها من زمان، وطبعاً الدكتور محمد الأمين شغال على الكلام ده وإحنا بنشتغل معاه. طبعاً أنت حضرتك عارف إن كل ما إحنا بنشتغل مصلحه البلد، اهم حاجه ان احنا نكون ايد واحده، وفعلا ان احنا في الاتحاد المصري بنشتغل بايد واحده على اساس كل واحد ليه هدف. الهدف ان احنا نعمله في قطاع الناشئين والشباب ان احنا نوصل اللعيبه للمنتخب الاول في احسن فورمه في احسن خبره، وده اللي احنا شغالين عليه الفتره اللي فاتت، وباذن الله نقدر من خلال اللي احنا شغالين بيه ده ان احنا نوصل زي ما انا عملت لما كان معايا منتخب 98 بعد ما خلصت البطوله طلع 10 لعيبه او 8 لعيبه طلعوا للفريق الاول. باذن الله انا يعني متعهد ان انا باذن الله اوصل من 8 ل 10 لعيبه برضك للفريق الاول يكونوا نواه الفريق الاول. طب كابتن طارق، قبل ما افصل مع حضرتك، النهارده انت في يعني مشاركتين دولتين كانوا مهمين للفريق ده، بطوله استادات الاولى اللي اتلعبت في مصر بمشاركه منتخبات اوروبيه، وحضرتك كنت المدير الفني كمان ده من اسابيع قليله، والنهارده بطوله غانا. يعني انت النهارده عندك سلسله من المشاركات الدوليه، يعني هل بطوله استادات الدوليه فرقت مع المنتخب ده، فرقت معاك وفرقت في الاحتكاك؟ طبعا 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 فرقت كتير، فرقت في المهارات، فرقت في القوه، فرقت في السرعه، وده اللي بقول لك عليه هيثم. احنا بنسرع ندي اكثر عدد ماتشات خبرات، لان حضرتك كل ما اللعيب لعب كتير ولعب ضد مدارس كتير كل ما خد خبرات كتير، وبالتالي لما تيجي تصعده للدرجه الاولى ما يحسش بالغربه وما يحسش ان هو بعيد عن المجال ده. والحمد لله احنا شغالين في الاتحاد في هذه السياسه، عندنا معسكرات الفتره الجايه بره، عندنا بطوله بردك هتتعمل في شهر 5 هيعملها السادات بردك، بطوله وجاي فيها 3 فرق تقيله، وده خبر الاول مره نقوله لكم. ممتاز. الكلام ده لسه قريب حصل يعني، فالبطوله دي هتبقى في شهر 5، وبالتالي الحمد لله رب العالمين احنا شغالين في وتيره نسرع فيها خبرات. وطبعا حضراتكم عارفين انتوا لعيبه دوليين، يعني ايه اللعيب كل ما خد خبرات كل ما زاد ارتفاع مستوى البدني والفني والذهني في المستويات العليا. كل التوفيق ليك. عايز اقول لك كمان يا كابتن، احنا يعني تحيه كبيره جدا جدا، لان انا عارف وده الناس كمان لازم تعرف ان مهمه الناس اللي بتطور وبتاهل اللاعبين للمنتخبات الاولى دي مهمه صعبه جدا، وفي اعتقادي دي المهمه الاصعب. يعني انت مهمتك الحقيقه اصعب كمان من المدير الفني للفريق الاول او المنتخب الاول، عمليه تجهيز جيل كامل زي ما انت بتقول. احنا بنحضر لجيل، لان في الاعمار السنيه بدات في المنتخب الاول تزيد شويه، فانت عندك الحقيقه ميشن وعندك يعني مهمه، الحقيقه مهمه صعبه، ولكن واضح جدا انك بتصير في بشكل جيد جدا، بتاهل ان شاء الله جيل جديد لمستقبل كره اليد المصري. كل التوفيق، وبنقول لك مبروك مره ثانيه،
وكل سنه وانت طيب يا كابتن. كابتن طارق محروس بشكرك شكرا جزيلا، مدير فني طبعا منتخب مصر الشباب اللي فاز بذهبيه الالعاب الافريقيه، واللي زي ما حضراتكم شايفين هم لسه في الباص راجعين من المطار. الف مبروك. كره اليد المصريه دائما في الميعاد والمكان المناسب، وهي اللعبه الشعبيه الثانيه فرضت نفسها بنتائج المنتخب. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل الاهلي في رمضان، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على كره اليد الحقيقه ومنظومه كره اليد الحقيقه اللي في مصر بتشهد طفره بقالها فتره طويله جدا جدا جدا، والخبر اللي معانا مرتبط كمان بكره اليد. الاهلي، نادي الاهلي يلتقي مع نادي الشمس بنهائي كاس مصر لسيدات اليد. الفريق الاول لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني محمد عادل زولا هيلعب كمان شويه مع نادي الشمس في نهائي بطوله كاس مصر للموسم اللي احنا فيه. ماتش ان شاء الله هيبدا الساعه 12 باذن الله على صاله هيئه قناه السويس بمدينه الاسماعيليه. فريقنا كان الحقيقه صعد للنهائي بعد فوزه على نادي سبورتنج بنتيجه 23-21، اما نادي الشمس فكان فاز على نادي الطيران بنتيجه 29-25. فرقتنا هدفها اكيد النادي الاهلي دايما هدف الفوز بالالقاب بلقب كاس مصر عشان نجمع الثنائيه الحقيقه الثنائيه المحليه للموسم الثاني على التوالي باذن الله. فكر حضراتكم ان احنا كمان فزنا بالدوري من ايام قليله وكان قبل نهايه المسابقه بجولتين، وطبعا مع ذلك فرقتنا كملت بكل قوه وكسبت الجولتين اللي كانوا ناقصين وكانوا قدام نادي الشمس ونادي الزمالك. كل التوفيق لفرقتنا النهارده والفوز يعني، وان شاء الله باذن الله يتوجوا كابطال لسيدات النادي الاهلي. ودي يا كابتن التجربه الاخيره قبل طبعا المشاركه الافريقيه ان شاء الله في ابطال الكؤوس اللي طبعا نتمنى ان شاء الله الفريق سيدات السنه دي يعمل موسم او يعمل بطوله افضل. طبعا يمكن المركز الثالث كان احسن يعني نتيجه لينا، ولكن نتمنى ان شاء الله نوصل فاينل. فرق انجولا بتبقى جامده ولكن فرقتنا يوم بعد يوم، فريق السيدات اقصد طبعا، بتكتسب الخبرات اللي ممكن بيها يعني. احنا شفنا ماتشنا مع بريميرو دي اوجستو في اخر بطوله كان قريب جدا، كانت الدنيا قريبه. فان شاء الله مع البطوله اللي جايه باذن الله في ابطال الكؤوس يكون ليهم مشاركه قويه ونوصل الفاينل باذن الله. هنروح للخبر اللي بعد كده وكره السله رجال، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الفريق بيمر شويه بهزه قويه نتيجه اصابات عديده، 6 اصابات في الفريق. كان عندنا مباراه مهمه مع نادي سموحه، المباراه اتلعبت اول امبارح على صاله سموحه في اسكندريه واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 86-80. المباراه كانت مهمه جدا ان احنا نكسبها لان دي كانت ختام الدور الترتيبي في دوري السوبر لكرة السلة موسم 23-24. عايز اقول كمان انه ده خلاص بعد كده هيبقى هنلعب بقى نظام البلاي اوف اللي هيبقى بيست اوف 3 وبعد كده نطلع على بيست اوف 5، وبس طبعا قبليها السابع والثامن هيلعبوا التاسع والعاشر عشان يحددوا مين اللي هيطلع تاني. يعني الاتحاد السلة ولجنة المسابقات ادت فرصة تانية لكل الفرق اللي طالعين من تحت ان هم يتسألوا هم التاسع والعاشر يلعبوا السابع والثامن، ممكن يكون نزولهم تحت كان يعني نتيجة ظروف، فبيديك فرصة تانية ان انت تتأهل للثمانية الكبار. بعد كده نلعب البيست اوف 3 في دور الثمانية، بعد كده دور قبل النهائي وبعد كده النهائي. النادي الاهلي الحقيقه بيمر بفتره صعبه يا كابتن هاني، عندنا 6 اصابات فريق السله، عندنا يعني صحيح اصابات تقيله، عندنا عمرو زهران صليبي اكيد يعني ربنا يشفيه بس هو الموسم ده راح شويه عليه، عندنا ابو النصر برضو اصابه مزق في السمانه يمكن ممكن يلحق ان شاء الله البال او يمكن يلعب الباسكتبول افريكا ليج او لو ما لحقهاش حتى يلعب بعديها، عندنا يوسف المعداوي، عندنا اصابات كتيره ومؤثره كمان مؤثرة. ومؤثرة. من الناحيه الدفاعيه بس نتمنى ان شاء الله مستر اجوستي بوش الحقيقه دايما بيفاجئنا بالدفع بالناشئين طبعا وبيعتمد عليهم بشكل كبير، شفنا محمد خيري وشفنا مجموعه كبيره من الناشئين، كل التوفيق طبعا اكيد لفرقتنا فريق كره السله رجال. كمان يوم الثلاث ان شاء الله الاهلي هيواجه سموحه بدور سوبر سيدات السله، الفريق الاول لسيدات كره السله بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني الكابتن طارق خيري بيستعد الحقيقه بكل قوه للاستئناف اللي متبقي من الدوري في الترتيب لدوري السوبر للموسم الحالي. فرقتنا هتلعب في الجوله ال 13 وقبل الاخيره من الدوري مع نادي سموحه، الماتش ده هيكون ان شاء الله الساعه 9 يوم الثلاث اللي جاي على صالة نادي سموحة بالأسكندرية. فريقنا عنده 23 نقطة بيحتل بيهم المركز الثاني في الترتيب وورا نادي سبورتنج طبعا متصدر الجدول. زي ما حضراتكم عارفين ان الدور ده ترتيبي مش اكتر، والهدف منه هو ترتيب الفرق، وده استعدادا لربع النهائي اللي هيتلعب
بنظام البيست اوف. فريقنا برضو هو حامل لقب البطولة اللي فاتت وده كان على حساب نادي الجزيرة. نعم، ويمكن زي ما حضراتكم شايفين المنافسات يعني في اواخرها، احنا في شهر مارس وابريل يا كابتن بيبقى خلاص شهرين الحصاد يعني. بقى الحصاد للفرق وبعد كده بنطلع بعد كده للمشاركات الافريقيه. وخلينا نروح بقى تاني لغانا وفي اكرا لبطوله الالعاب الافريقيه، والنادي الاهلي كان حاضر بقوه في فريق الرجال لكره الطائره، واللي كان خماسي مشارك من النادي الاهلي مع هذا الفريق، واللي استطاعوا ان هم يحصدوا الذهب في مشوار الحقيقه ما كانش سهل بالمره، يعني يمكن كانت مباراتنا الاصعب الكبيره كانت مع الكاميرون وانتهت 3-2، ولكن الحمد لله فوزنا على اوغندا، والمباراه كانت انتهت من شويه فوزنا 3-0 في المباراه النهائيه. وخلينا اقول لكم ان الخماسي اللي مشارك معانا من النادي الاهلي هم محمد عصران واحمد عزب وسيف عابد وعبد الرحمن الحسيني وحماده عثمان. الحقيقه انا كان لي الشرف امبارح قابلت طبعا مستر فرناندو، كانوا في الصاله المغطاه صاله الشهداء، قابلت مستر فرناندو قابلت كل اللاعبين الحقيقه، وقفت اتكلمت مع مستر فرناندو يمكن حوالي 5 دقائق. هو يعني الراجل حكى لي قد ايه هم مضغوطين، وقال لي انه لا عنده 5 لعيبه سينيورز موجودين في المنتخب الكبير، وقال لي انه هو طبعا يعني عنده بعد ما يرجعوا مباريات يمكن راحه يوم او اتنين بالكتير، وهيخشوا على منافسات الكاس وبعد كده فاينلز بتاعت الدوري. فالحقيقه قال لي في حوالي 2 اسبوع عنده عدد كبير من الماتشات، وقال لي ان انا محتاج كل السكواد. قال لي انا متقبل ان اللعيبه تجي لي من بطوله الالعاب الافريقيه مجهده، بس انا بقول، وقال لي كده حتى شاور ايده على قلبه وقال لي اتمنى، ده المدير الفني الاسباني لكره الطائره حط ايده على قلبي كده، قال لي ما عنديش مشكله ان هم يبقوا مجهدين بس ما حدش يتصاب دايما. حاجه طبعا بالظبط، هو دايما الاصابه هي البعبع بتاع اي ما في شك طبعا. الاصابه هي يعني الشبح طبعًا المدربين واللاعبين، ونتمنى السلامه للجميع يعني. فده انجاز كبير لفريق كره الطائره رجال الحقيقه يا كابتن، ويعني نقول لهم مبروك، وده من الفرق الجماعيه اللي ادت اداء كويس هناك بصراحه في غانا. وبرده كره الطائره سيدات يا كابتن عملوا يعني بطوله كويسه وفازوا بالذهب. صحيح، يعني لو يطلع حضرتك تقول لنا برضو التفاصيل. عندنا كمان رباعي سيدات طائره النادي الاهلي بيقودنا المنتخب لخطف ذهبيه دوره الالعاب الافريقيه. الحقيقه منتخبنا الوطني الاول للسيدات كره الطائره بيحقق ذهبيه دوره الالعاب الافريقيه رقم 13 اللي بيستضيفها طبعا العاصمه الغانيه اكرا في الفتره زي ما حضراتكم عارفين من 8 ل 23 مارس اللي احنا فيه، بعد طبعا فوز كبير على منتخب تونس بنتيجه 3 اشواط مقابل لا شيء، ونجح وجات النتائج يعني كالتالي. الشوط الاول كان فوز 25-21، ثم الشوط الثاني 25-20، والشوط الثالث 25-20. المنتخب كان فاز بصعوبه في المباراه قبل النهائي على منتخب كينيا، المنتخب كينيا قوي جدا بنتيجه 3-2، وكانت اعتقد دي كان فيها ريمونتادا كبيره جدا يعني، وكانت النتيجه طبعا 2-0 لكينيا، قدرنا نعوض ونرجع في النتيجه وفازوا ب3 اشواط متتاليه عشان يعملوا ريمونتادا رائعه ويفوزوا. منتخبنا بيضم بين صفوفه كالعاده 4 لاعبات من الاهلي، ساره امين، ندى وليد، وايه خالد، ومي غزال، و كمان قدرت ندى وليد انها بتفوز كمان بجائزه احسن ليبرو في البطوله، عملت مجهود كبير جدا جدا في البطوله الافريقيه ديت، ومنتخبنا قدر انه يعادل انجاز غاب 37 سنه، لان اخر ميداليه ذهبيه الحقيقه حققتها على صعيد السيدات كانت في دوره الالعاب اللي اتلعبت في كينيا سنه 87. فانجاز كبير جدا لسيدات الكره الطائره الحقيقه، وكمان مشاركه ايجابيه جدا جدا من لاعبات النادي الاهلي. عارف يا كابتن يعني يمكن فوز الرجال يعني كان متوقع او يعني ممكن يحصل، لان هم ابطال افريقيا الاخيره، البطوله اللي اتلعبت في مصر في الصيف اللي فات وفزنا فيها في المباراه النهائيه يعني مع الجزائر. ولكن المفاجاه الحقيقيه اللي كابتن هاني طبعا تفضل مشكورا وقالوا ان هو السيدات كان عندهم مباراه قويه جدا في قبل النهائي مع كينيا، فازوا 3-2، وما ادراك ما كان، يمكن ده الفوز الاول لينا على كينيا من سنين طويله. من افضل الفرق طبعا كلهم محترفات وكلهم لعيبه قويه جدا جسمانيا، ففوز على كينيا فوز كان يعني اعجازي. تيجي الماتش النهائي تبقى تونس وتكسب كمان باريحيه 3-0 للبنات. طيب لعيبه الرجال الاهلي والسيدات الحقيقه كان ليهم دور مهم جدا، وحصدوا كمان كؤوس. يعني عندنا حماده عثمان لاعبنا سنتر بلوك، لاعب الفريق الاول لكره الطائره رجال، فاز باحسن سنتر بلوك، ودي حاجه اكيد طبعا يعني تسعدنا كلنا. بالاضافه محمد عصران فاز بافضل لاعب متكامل من ارسال واستقبال وبلوكات لاعب وكل شيء. محمد عصران الحقيقه عمل، وده يعني نتاج طبيعي للدوري اللي عمله، محمد عصران عامل دوري كويس جدا. لو رحنا للسيدات هنلاقي ندى وليد خدت احسن ليبرو،
وده برضو يأكد ان يعني هي في الدوري ماشيه كويس جدا، فلما تطلع النهارده تروح يبقى ده استكمال لمشوارها في الوقت. النادي وليد ابتدت الموسم اللي فات باصابه عطلتها شويه، ولكن استطاعت بشكل كبير انها تعود وتاخد احسن ليبرو في البطوله اللي فاتت. الف مليون مبروك للرجال، للكره الطائره رجال وسيدات. نروح للسكواش يا كابتن، ومعانا يوسف عثمان، يوسف سليمان لعبنا لاعب السكواش في النادي الاهلي، طبعا صعد لنهائي استراليا المفتوحه للسكواش. طبعا انتوا عارفين طبعا بطوله استراليا بتبقى من البطولات في البي اس اي او البطوله الرابطه المحترفين السكواش، هي من بطولات الرانكينج اي. فطبعا يوسف عشان يوصل للنهائي اكيد حاجه كويسه جدا، صعد للنهائي وبتتلعب في جامعه سيدني في استراليا في الفتره من 20 لحد 24 مارس اللي احنا فيه، واللي مجموع جوائزها 52,000 دولار. يوسف كان بدا مشواره في البطوله بالفوز على بطل هونج كونج بنتيجة 3-0 في ماتش استمر 30 دقيقة، وبعد كده سليمان يفوز على الكندي ديفيد بنتيجة 3-0 في ماتش استمر 39 دقيقة، ولسه يوسف كمان كسبان الفرنسي أو بطل فرنسيا بفرنسا بنتيجة 3-0 لغاية ما وصل للفاينل إن شاء الله. كل التوفيق أكيد ليوسف والسكواش المصري، هو ومصطفى عسل ومروان عسل كل لاعبتنا إن شاء الله نتمنى ليهم التوفيق. وكمان ندى ندى كمان لاعبتنا، ندى لاعبه نادي الاهلي ندى عباس بتصعد لنهائي ادنبرج المفتوحه للسكواش. ندى عباس لاعبه النادي الاهلي طبعا ونجمه منتخبنا الوطني للسكواش الحقيقه، صعدت لنهائي بطوله ادنبرج المفتوحه اللي بتتلعب في اسكتلندا في الفتره من 22 لحد 24 مارس، ومجموعه جوائزها 20,000 دولار. ندى كانت بدأت مشوارها الحقيقة في البطولة بالفوز على الاسكتلندية ماكنزي بنتيجة 3-0 في ماتش قعد 19 دقيقة بس، كان يعني مباراة سهلة جدا جدا، وبعدين كسبت الإنجليزية تومالسون وبنتيجة 3-1 في ماتش استمر 41 دقيقة في دور الثمانية. قبل النهائي قدرت لاعبتنا المتميزة أنها تفوز على الإنجليزية المخضرمة والمصنفة الثانية على التوالي سارة جان بيري بنتيجة 3-0 برضه في ماتش استمر لمده 32 دقيقه. ندى بتلعب وهتلعب النهائي ان شاء الله مع المرشحه الاولى للفوز بلقب هذه البطوله وهي الانجليزيه جينا كينيدي، واللي صعدت للنهائي بعد فوزها على من ويلز بطله ويلز مورفي. وكل التوفيق لبطلتنا ونجمتنا ندى عباس ان شاء الله باذن الله. هي مباراه صعبه وبتلعب المرشحه الاولى للفوز بهذه البطوله، لكن الحقيقه الاسكواش المصري متربع على عرش العالم سواء على مستوى المنتخبات او اللاعبات او اللاعبين. كل التوفيق لنجمتنا ولاعبتنا ندى عباس. وكمان يا كابتن يمكن جمهور النادي الاهلي يعني بنفكروا ان الاسكواش اصبح لعبه اولمبيه، النهارده صحيح. الاسكواش صحيح. هيتلعب في لوس انجلوس 2028 هيبقى لعبه اولمبيه، فالنهارده مصر ان شاء الله يعني مفروض ده المفروض يعني اللي احنا بنشوفه ان الاسكواش المصري يكون فردي رجال وفردي سيدات او في فرق كمان لو ليها ميداليه اولمبيه اكيد مصر يكون ليها وجود وحضور قوي، خاصه ان احنا عندنا ابطال عالم يعني بشكل كبير وبيتربعوا على الرانك العالمي، ده بتبقى اكيد حاجه تسعدنا. الحلقه اللي فاتت يوم السبت اللي كان تابعنا كنا استضفنا ابطال النادي الاهلي في الووتر بولو وازاي استطاعوا ان هم ياخدوا بطوله الجمهوريه بعد الموسم الثاني على التوالي او الدوري الموسم الثاني على التوالي والكاس، وشفنا قد ايه طبعا كابتن وليد عزت رئيس جهاز او مدير فني كره الماء والجهد المبذول، وكان معانا مداخله مع كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، واتكلم عن بطوله مهمه لو هي بطوله القاهره الشتويه لاعمار سنيه مختلفه 11 و12 و13 و14. الحقيقه النادي الاهلي استطاع انه يفوز بهذه البطوله، والبطوله الحقيقه اتلعبت على حمامات سباحه استاد القاهره، طبعا بيبقى عدد كبير جدا من السباحين الناشئين من النادي الاهلي والناشئات، فده طبعا انجاز كبير بيطمننا على السباحه جوه النادي الاهلي، وده طبعا نجاح كبير يضاف لقطاع السباحه والعاب الماء واللي بيترأسوا زي ما قلت لحضراتكم الكابتن الكبير كابتن وائل عزت. كاميرا الابطال او كاميرا قناه النادي الاهلي كانت موجوده في قلب البطوله، صورنا التقرير ده مع اللاعبين والاجهزه الفنيه، خلينا نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. انا اسمي نور محمد، عندي 15 سنه بلعب في النادي الاهلي بقالي حوالي سنه ونص، واخده بطولات البطوله العربيه وواخده كاسات كاس حسن سباح وكاس حسن رقم في بطولات الجمهوريه وكاس مصر. بلعب سباحه من وانا صغيره وانا بحب السباحه قوي. يسرى محمد اسماعيل، بلعب في سن 2010، مشتركه في نادي الاهلي لسه جايه من قريب. اخر بطوله نزلتها كانت بطوله القاهره، واخدت في ال 50 وال 100 حره اول وفي ال 200 حره تاني و 100 بريست رابع، وال 50 بريست ما عملتش كويس قوي. انا عائشه ياسر وبلعب في فرقه الاهلي العمومي، ونزلت بطولات مع الاهلي بطولتين قاهرة وبطولتين جمهورية. التشالنج كان صعب مع ان ناس كتيرة كانت بتحسن وكده، ومكانش في وقت كتير قوي ان انا احسن عشان بطولة القاهرة كانت قبل بطولة الجمهورية بشهر،
فما لحقتش اعوم كتير، بس عملت اللي عليا وحاولت وربنا كرمني وكل ده. ان شاء الله في كاس مصر في اسكندريه، وان شاء الله احاول اعمل اللي عليا وكده واحقق لنفسي فيه. زي جمال عشي 13 سنه، انا 2010. انا كان اخر ثلاث بطولات خدتهم كان بطوله القاهره 2023 اللي كانت في شهر 7، وبطوله الجمهوريه في شهر 11، والبطوله اللي فاتت كانت القاهره برضه. صفية احمد خليفه 14 سنه، بلعب في النادي 7 سنين، كانوا 7 بطولات، كانوا القاهره وجمهوريه. الاسهل بطوله اللي هي كانت اللي فاتت، والسبب اللي عايزه اكسبه طبعا عايزه احطم في 800 وعايزه اكسب المية حره. نور محمد احمد، سني 14 سنه، وبقالي بلعب في النادي لمده 8 سنين. البطولات اللي خدتها مع النادي الاهلي، البطوله اللي فاتت كانت بطوله القاهره الشتويه، وكان في بطولات تانية جمهوريه صيفيه وشتويه، وبرده قاهره صيفيه وشتويه. اصعب سباق بالنسبه لي كان في يوم ال 200 بريست، صعب عشان تقسيمته والعومه والنفس وبرده الحماس والكلام ده. التالا احمد حمدي، عندي 14 سنة، بلعب في نادي الأهلي بقالي 5 سنين أو 6 سنين. كانوا 7 بطولات، آخر بطولة كانت بطولة القاهرة، والجمهورية اللي قبلها ما نزلتهاش عشان كنت مصابة، وكان القاهرة اللي قبلها نزلتها. أصعب سبق بالنسبة لي كان المية دولفين والمية حرة، لأن أنا مصابة في كتفي يعني بقالي سنة، فيعني كان بالنسبة لي المية دي حاجة سبق تقيل يعني. أنا اسمي شذا إسلام، عندي 14 سنة، بلعب في النادي بقالي 8 سنين. أنا خدت حوالي 10 بطولات، بطولات قاهرة وبطولات جمهورية، وقاهرة كتير بقى وجمهورية كتير. أصعب سبق كانت البطولة اللي فاتت اللي هي القاهرة، كانت 400 متنوعة. أنا مريم محمد إمام، عندي 12 سنة، لعبة النادي الأهلي، بقالي 9 سنين بلعب سباحة. وانا هنا كنت بلعب هنا في حمام صغير وانا عندي سنتين، لغايه الحمد لله دلوقتي بقى عندي 12 سنه. اخدت سباق 100 صدر و50 صدر و200 صدر اول، وفي الجمهوريه وفي القاهره. اسمي فرح احمد، وبلعب في الاهلي بقالي 8 سنين وعندي 12 سنه. اخدت بطوله القاهره شتويه، بطوله القاهره صيفيه، وبطوله الجمهوريه. انا اسمي سولي وسام، وعندي 11 سنه، وبلعب في النادي بقالي 3 سنين. البطولات اللي لعبتها مع النادي بطوله القاهره الشتويه. اسمي خديجه وائل، عندي 12 سنه، بلعب في النادي الاهلي بقالي 8 سنين. دخلت القاهره الشتويه والقاهرة الصيفية والجمهورية. اسمي عمر أحمد، عندي 12 سنة، بلعب بقالي 8 سنين في الأهلي. البطولات اللي خدتها بطولة قاهرة شتوية، بطولة قاهرة صيفية، وبطولة الجمهورية. أنا اسمي ياسين إمام، عندي 14 سنة، بلعب في الأهلي بقالي 3 سنين. البطولات اللي خدتها مع النادي الأهلي كانت آخر بطولة خدت فيها 2 ذهب و3 فضة، والبطولة اللي قبليها خدت فيها في الجمهورية برونز، واحدة برونز واحدة فضة. أحمد محمد، عندي 14 سنة، بقالي 10 سنين بلعب في الأهلي. كانوا 4، 2 قاهرة و2 جمهورية. اسمي محمد عمرو، بقالي 2 سنين بلعب في الأهلي، 13 سنة. بطولة القاهرة وبطولة الجمهورية اللي فاتت، بطولة الجمهورية اللي جاية، عشان بعد ممكن أطلع إن شاء الله أتصعد للمنتخب. يعني الحقيقه الواحد سعيد بالريبورت ده جدا، طبعا لسباحه النادي الاهلي، وبنشوف الاطفال واللي بقاله 8 سنين واللي بقاله 10 سنين واللي بقاله 2 3 كلهم بيتكلموا على البطولات الحقيقه، وده شيء بيتزرع الحقيقه جوه النادي الاهلي. يعني شفنا خديجه وائل، ده طبعا انا اعرفها، ويعني بنت متميزه جدا زي كل اللي شفناهم. الحقيقه هو ده النادي الاهلي، سواء على مستوى كره القدم او المستوى اللعبات الاخرى، بتزرع جوه الولاد الصغيرين يعني ايه بطوله ويعني ايه نادي الاهلي. الحقيقه كان تقرير اكتر من رائع. طيب نروح لخبر معانا ان 14 دوله بتؤكد المشاركه الحقيقه في البطوله الافريقيه للجودو هنا في القاهره. تلقى مسؤولي الاتحاد الافريقي للجودو حتى الان موافقه 14 دوله على المشاركه في منافسات البطوله الافريقيه المؤهلة لأولمبياد باريس، والمقرر إقامتها إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية من 24 إلى 28 إبريل في القاهرة. وصل عدد المنتخبات المشاركة ل 14 منتخب بإجمالي 42 لاعب و32 لاعبة. من المنتظر إن شاء الله أن يرتفع عدد المشاركين بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية، والمقرر أن تقام منافسات هذه البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة زي ما قلت لحضراتكم لأولمبياد
باريس 2024 خلال الفترة من 24 لغاية 28 إبريل على مجمع الصالات المغطى باستاد القاهرة. وأنهى المنتخب الوطني للجودو مؤخرا مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية اللي حقق فيها 9 ميداليات يعني بعناصر منتخب الشباب والناشئين، وده شيء جيد جدا وبيعد إنجاز لاتحاد الجودو الحقيقة برئاسة الكابتن فاروق. وشارك منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية بعدد كبير جدا جدا من اللاعبين واللاعبات في مرحلة الشباب، عايزين نكتسب الخبرة، عايزين يكتسبوا الخبرة من خلال منافسات قوية جدا جدا. وأيضا انشغال عشان كمان انشغال المنتخب الأول في مشاركات في البطولات. الحقيقة لما بنتكلم على البطولات خارج كرة القدم الحقيقة الواحد الحقيقة بيحس بظلم شوية من ناحيتهم يا كابتن، يعني إنجازات كتيرة جدا جدا بتتحقق يا كابتن هيثم، وبطولات وعلى مستوى الناشئين على مستوى الكبار، ولكن تبقى كرة القدم هي يعني لكن خلينا نتكلم يعني عايزين كمان إعلامنا الحقيقة يتحرك أكتر، يهتم بهذا الاتجاه وحقهم الحقيقة. صحيح. يعني الناس بتشتغل وبتجتهد لرفع اسم سواء النادي الأهلي أو منتخب مصر، فالحقيقة كل التحية للألعاب الأخرى، وإن شاء الله بإذن الله كعادة شاشة النادي الأهلي دايما متابعينهم، وبتابع طبعا معاك كابتن الأبطال وعلى الألعاب الأخرى، فيعني ده شيء جيد جدا وشيء واجب علينا الحقيقة. وده الحقيقة قناة الأهلي بتقوم بدور كبير في الاتجاه ده، والحقيقة كابتن يعني بشكره الحقيقة على طبعا الكلام اللي قاله. وخلينا أقول لكم إن إحنا كمان دلوقتي أحسن كتير، يعني أنا يعني من زمان قبل انا كان مبطل، ومن قبلها ما كانش خالص يا كابتن خالص، ما كانش الالعاب الفرديه دي كمان، لان الجودو كمان من الالعاب اللي ليها تاريخ في الحركه الاولمبيه، واللي بنقول عليها في باريس 2024 بتحقيق ميداليه او ميداليتين تقدر تحطنا في ترتيب جيد في المسابقه. ولكن خلينا نروح على محور تاني، وهو ان مصر الحقيقه اصبحت قبله كبيره لكل المنتديات والمنافسات الرياضيه بما تملكه مصر من بنيه تحتيه جيده، من استقرار، من امان، من بنيه تحتيه مش بس رياضيه، لا بنيه تحتيه في الطرق، بنيه تحتيه في الاوتيلات اللي بتستطيع بيها تستضيف هذه الفرق. فالنهارده بقى الاتحادات الدوليه والمؤسسات الدوليه بتوكل لمصر شرف تنظيم الكثير من هذه الاحداث الرياضيه، ويمكن اخرهم على الاطلاق كان الاتحاد الدولي للغوص، يعني ادى لمصر شرف تنظيم او استضافه الجمعيه العموميه في شهر ابريل القادم. طب امتى الكلام ده حصل؟ حصل في الجمعيه العموميه اللي كانت موجوده في شهر مارس اللي احنا فيه، وكانت في اماره موناكو. ويمكن في الجمعيه العموميه دي وكان في حضور طبعا سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري العربي للغوص والانقاذ، والحقيقه لما حضر هناك في موناكو يعني طبعا شافوا قد ايه يعني مصر ماشيه في الاتجاه الصحيح، ورياضيا واستضافه المؤتمرات الرياضيه ومستوى الاحداث الرياضيه. فطبعا مصر هتستضيف الجمعيه العموميه في شهر ابريل القادم باذن الله، ودي اهميه كبيره طبعا حيث سيتم خلاله انتخاب مجلس اداره الاتحاد الدولي للغوص في دورته القادمه. يعني مش اي جمعيه عموميه فاضيه عاديه، لا دي جمعيه عموميه هيتم فيها انتخابات. وقد اكد الشاذلي ان فوز مصر باستضافه هذا الحدث الهام دليل على ثقه اعضاء الاتحاد الدولي في التنظيم المصري، والذي اثبت تفوقه وتميزه خلال الاعوام الماضيه التي استضافت فيها مصر العديد من البطولات العالميه وحظيت على اشادات دوليه. وزي ما قلت لحضراتكم ده مش جاي من فراغ، جاي من ان انت نجحت مره واثنين وثلاثه، ويمكن كان شراره البدايه او يعني زي ما بيقولوا شريط البدايه كان بطوله كاس العالم لكره اليد اللي مصر استضافتها في عز ازمه كورونا والبابل اللي اتعملت، وازاي شجعت حتى اللجنه الاولمبيه الدوليه ان هي تخش على طول على الاولمبياد طوكيو في قوه، فكانت مصر حاضره بشكل كبير في تنظيم هذه البطولات. ويمكن كمان التفوق مش بس يا كابتن هاني تفوق اداري وتنظيمي فقط، بل لا كمان النهارده في تفوق كبير ظهر جليا في بطوله الالعاب الافريقيه. ده صحيح، البطوله الالعاب الافريقيه الاخيره الحقيقه بتحقق شكل وميداليات كثيره جدا جدا، ومصر بتحصد لقب دوره الالعاب الافريقيه الحقيقه ب 192 ميداليه، بتتخطى انجاز نسخة المغرب النسخة الماضية. نجحت طبعا البعثة المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية ال 13 بالعاصمة الغانية أكرا في إنهاء مشاركتها متوجة ب 192 ميدالية متنوعة، تحتل طبعا بيها المركز الأول ما بين كل الدول المشاركة في المنافسات. وحضراتكم عارفين إن البطولة دي أقيمت في الفترة من 8 ل 23 مارس الجاري، وتتويج باللقب القاري حصدت البعثة المصرية على 192 ميدالية بواقع 102 ميدالية ذهبية، 47 فضية، و43 ميدالية برونزية، بتؤكد على ريادتها الحقيقة وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب.
والحصاد الكبير ده كابتن من الميداليات بيكون يعني ابطال الفراعنه حطموا انجاز كان تحقق في النسخه الماضيه في دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت في المغرب 2019 لما توجت البعثه المصريه ب 94 ميداليه ذهبيه مقابل دلوقتي في النسخه اللي احنا فيها 102 ميداليه ذهبيه في النسخه الحاليه من دوره الالعاب. الحقيقه انجاز كبير جدا جدا، وزي ما حضراتكم عارفين ان مصر شاركت في النسخه ديت من دوره الالعاب الافريقيه 23 ببعثه بتضم 390 فرد ما بين لاعبين ومدربين واداريين في 20 لعبه. و طبعا الالعاب دي كانت مصارعه ذراعين، العاب قوه، الريشه، الطائره، كره السله، 3 في 3 وما اعرفش يعني 3 3 بس 3 و 3 في كره السله 3 ضد 3 في 5 5 بطول الملعب، ولكن 3 و 3 دي بتبقى نص ملعب. نعمل كده في الكوره زي زي الخماسي بتبقى صعبه قوي يا كابتن لما تلعب مع لعيبه حريفه بتبقى صعبه قوي طبيعي. وطبعا الكره الطايره الشاطئيه والكره الطايره والملاكمه والشطرنج والهوكي وكره اليد والجودو والكاراتيه والسباحه، تنس الطاولة، التايكوندو، والتنس الثلاثي، ورفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة. الحقيقة تقريبا كل الألعاب الفردية والجماعية كانت وإنجاز كبير الحقيقة. صحيح يعني صحيح. وكمان الميزة بقى كابتن والجميل هنا إن دي جاية قبل الأولمبياد باريس. فالنهاردة ده إنديكيشن يعني أو مؤشر كويس إن أنت الحمد لله يعني إحنا برضو مش عايزين إيه زي ما بيقولوا نقاطع، بس ده مؤشر يا كابتن ان احنا يعني ايه رايحين ان شاء الله في الاتجاه الصحيح اللي هو طبعا يعني الحدث الرياضي الاكبر في الكره الارضيه وهو اولمبياد باريس 2024. وهنروح لخبرنا الجديد وهو له علاقه بهذا الحدث الكبير، مؤتمر صحفي تم تنظيمه الحقيقه في مقر السفاره الفرنسيه بالقاهره، جمع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والسفير الفرنسي اريك شوفيه، وكان اللقاء ده هدفه طبعا يعني الاعلان عن استعدادات باريس لاستقبال دوره الالعاب الاولمبيه ومشاركه البعثه المصريه. وخلال المؤتمر الصحفي اكد وزير الشباب والرياضه على حرص مصر على المشاركه الفعاله في دوره الالعاب القادمه في باريس، مشيرا الى ان البعثه المصريه ستضم نخبه من الرياضيين المصريين في مختلف الالعاب، سببا ان مصر اتخذته جميع الاجراءات اللازمه. طبعا كلام يعني وزير الشباب والرياضه استعرض سريعا طبعا مجهود الدولة المصرية خلال أربع سنوات فاتت، استعداد ثلاثة خلينا نتكلم بأمانة ثلاثة من 21 ل24 استعدادات الدولة المصرية لباريس 2024. وعايز أقول كمان إنه مش بس كده، زي ما حضراتكم شايفين الرياضة بتجمع الشعوب. النهارده مؤتمر في السفارة الفرنسية بالقاهرة، هتلاقي في كل دول العالم النهارده مؤتمرات ولقاءات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية، أكبر حدث رياضي على الكرة الأرضية كل أربع سنوات. كاميرا النادي الأهلي كانت موجودة الحقيقة في هذا المؤتمر، سجلنا تقارير كتيرة مع المهندس شريف العريان، سجلنا مع أحد أو بعض اللاعبين اللي هيشاركوا في هذه البطولة. هنطلع نتفرج على التقرير ونطلع لفاصل بعد كده يا كابتن عشان يكون ضيفنا النهاردة كابتن محمد حشيش. طبعا هنتكلم معاه عن المباراة القادمة الأهم جدا جدا، ماتش سيمبا وكمان مباراة منتخب مصر امبارح. يبقى التقرير وفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. لمبادرته اولا لزيارتي في وزاره الشباب والرياضه، وبنشكر السفاره الفرنسيه لان عد لنا زيارتي لباريس ومقابلتي مع وزيره الشباب والرياضه بفرنسا واللجنه المنظمه لباريس 2024. والحقيقه ده تقديم لتسهيل اجراءات البعثه المصريه بشكل مبكر واطر التعاون ما بين مصر وفرنسا لنقل الخبرات في تنظيم الاحداث الكبرى، وايضا افق من التعاون على المجال الشبابي والمجال الرياضي كبيره جدا. يعني احنا يعني زي ما شفنا البروفه اللي موجوده في دوره الالعاب الافريقيه، الحمد لله احنا محققين يعني باولادنا بطولات كويسه جدا، ارقام كويسه جدا، احنا اكثر من 92 ميداليه ذهبيه ويعني 176 ميداليه في المجمل، محققين ما بيننا وما بين الدوله اللي بعدين على طول رقم كبير قوي. يعني ده شيء يعني مبهج ومبهر لينا، لكن الاولمبيكس بيكون لها شأن اخر. احنا التأهيل احنا تخطينا ال 100 لاعب رياضي مؤهل، لكن احنا بنقول كمان لغايه شهر 6 في تأهيل للرياضيين. الحقيقه من ما بدأنا وزاره الشباب مع الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه كان في برنامج مخطط علميا من خلال الوزاره واللجنه العلميه،
البرنامج ده مرتبط بدعم مالي. الحمد لله احنا خلصنا لغايه الدفعه السابعه اكتر من 300 مليون جنيه، قربنا كده على 400 دلوقتي، وده لان اللاعب تاهيله معظم الاتحادات بيسافر عدد من البطولات، كمان استخدام المدربين اللي على الشكل اللائق لولادنا، السفر في المعسكرات الخارجيه، البروفيشنال سبورتس بيكون ليها ماني توكينج بشكل مختلف. احنا في وزاره الشباب والرياضه الحقيقه مع دعم الدوله المصريه بنحاول ان احنا نحققه، فنتمنى لاولادنا وشبابنا ان شاء الله كل خير لبلدنا والنتائج الطيبه يعني. Cet événement ce soir à la résidence de France, c'est pour célébrer le sport et le sport aussi comme valeur de partage, valeur d'union entre les peuples et de pont entre les peuples. الحدث الذي نظمناه ننظمه هذا المساء في مقر فرنسا في مصر هو للاحتفاء بالرياضة، ليس فقط كمجهود بدني ولكن أيضا كجسر بين الشعوب وجسر بين الثقافات. Je suis très heureux que la famille du sport égyptienne se soit rassemblée ici avec nous à la résidence de France. Le ministre, le président du comité olympique, le président du comité paralympique et puis beaucoup d'athlètes, des hommes, des femmes, des para-athlètes, des hommes, des femmes, y compris qui sont qualifiés pour 2024. Parce que l'objectif, bien sûr, c'est de parler de ce chemin vers les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu en France cet été. في هذا السياق انا كنت سعيد للغايه باستقبال الاسر الرياضيه المصريه في مقر فرنسا، معالي وزير الرياضه وايضا رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس اللجنه البارالمبيه، الى جانب العديد من الرياضيين المصريين ومنهم رياضيين تم تاهيلهم لدوره الالعاب الاولمبيه في باريس 2024، من اجل ان نتحدث معا على الطريق نحو دوره الالعاب الاولمبيه، وهذا هو هدف هذه التظاهره وهذا هذا الحدث. احنا لسه عندنا حاليا 92 لاعب ولاعيبه متاهلين للاولمبياد، هنوصل ان شاء الله لحوالي 140 او 150 لاعب ولاعيبه باي نص يونيو القادم ان شاء الله، وان شاء الله كمان نحقق نتيجه كويسه في الاولمبياد. حاليا ابطالنا موجودين اغلبهم في دوره الالعاب الافريقيه في غانا في اكرا، بقى لنا اسبوعين بنلعب في اكرا، مصر متصدره الترتيب العالمي الترتيب الافريقي الحقيقه بشكل كبير جدا، احنا في المركز الاول ب 92 ميداليه ذهب، اللي بعدينا يمكن نيجيريا فرق كبير جدا يمكن جايبه حوالي 30 ميداليه ذهب فقط لا غير، بعديها جنوب افريقيا والجزائر بنفسه على الثالث والرابع. ان شاء الله الختام يكون يوم السبت والبعثه كلها ترجع من غانا يوم الاحد باذن الله. طبعا يعني الحمد لله ربنا كرمني المره اللي فاتت بالميداليه الفضه في الاولمبيكس، يعني اي ميداليه في الاولمبيكس طبعا بيبقى شرف كبير لاي حد، لكن المره اللي فاتت كانت فضه، نتمنى ان هي ان شاء الله تكون اللي جايه ذهب. يمكن الميداليه اللي جايه اصعب بكثير من اللي فاتت، مش بس عشان يعني ان هي من فضه لذهب، لكن كمان زي ما قلت كده ان هو الحفاظ على المستوى او كمان دلوقتي بقى خلاص بقى انت تارجت كمان لناس ثانيه منافسين تانيين، فالموضوع كل شويه المنافسه بتزيد، فطبعا الميداليه اللي جايه ان شاء الله هتكون صعبه، بس ان شاء الله نكون قدها يعني ونقدر نحققها. صراحه بتبقى حلوه قوي عشان بنجمع كلنا كاتليتس وبنشوف بعض، وصراحه حلوه قوي يعني، بحس بتدينا حافز يعني ان احنا نبقى اللي هو اكسايتد للاولمبيكس. انا الصراحه اكسايتد قوي، بقالي كذا شهر بجهز كده كده عشان دي بالنسبه لي اهم بطوله في السنه وبتيجي كل 4 سنين، فان شاء الله تبقى حلوه وانا مبسوطه قوي ان انا موجوده هنا الصراحه. اكيد ميداليه في الاولمبيكس، بس ان شاء الله في الاولمبيكس اللي فيتشر لسه في حبه محتاجه اشتغل عليها قبل ما اعرف اجيب ميدال في الاولمبيكس، عشان كومبيتيتيف قوي عندنا في التنس طاوله، ففي حاجات كتير قوي لازم اشتغل عنها، واكيد في بطوله العالم ان شاء الله يعني، وان انا عايزه ابقى توب 5 رانكينج في العالم، فدي جولز يعني ان شاء الله اقدر اعملها. اهلا
اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بضيفنا النهارده ونجمنا النهارده النجم الكبير الكابتن محمد حشيش اللي بنقول له منورنا يا كابتن وكل سنه وانت طيب. كل سنه طيب يا حبيبي. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. طيب منورنا ودايما كده يعني بنستفاد من يعني ملاحظات حضرتك وتحليلك الفني دائما ابدا. ربنا يخليك. شكرا. منورنا يا كابتن. هنخش بقى في اجواء النادي الاهلي والمشوار، بس عايز طبيعي السؤال التقليدي في رمضان. ذكرياتك ايه مع رمضان خاصه مع مباريات النادي الاهلي؟ الفروقات اللي حصلت خلال يمكن اختلاف الاجيال واختلاف الزمن، ازاي كنت بتستعد في المباريات بتاعه رمضان، الاجواء بتاعه رمضان سواء على مستوى كره القدم او حتى على المستوى العائلي؟ يعني هو طبعا اختلفت شويه، يعني يعني العادات بتاعتنا اختلفت شويه. زمان ايامنا بقى الاجيال القديمه كان رمضان فيه لمة أكتر، وكان فيه زيارات أكتر، وكان فيه يعني لازم الأسبوع الأولاني ده مقدس بقى في الإيه، زيارة الأهل والعمات والخالات والكلام ده. أعتقد إن دي اندثرت شوية. ليه؟ تفسيرك إيه يا كابتن؟ يعني العصر كله بقى سريع. يعني بقى سريع، والموبايلات والحاجات دي يعني غيرت الشكل خالص. يعني انت دلوقتي كان الاول عشان تشوف واحد لازم تروح له وتقابله وبتاع، دلوقتي لا، ده ممكن على التليفون وانت قاعد كده على السرير بتشوف ده وبتشوف ده وبتسلم على ده في التليفون والكلام ده. فالقصة اتغيرت. الارتباط الاسري برضو قل شوية. يعني على مستوى حتى غير رمضان كان لازم الغدا، وجبة الغدا دي بالتحديد كان لازم كل الأسرة تبقى موجودة. دلوقتي لا، كل واحد بياكل لوحده، وحتى لو موجودين تلاقي كل واحد ماسك صينية كده لوحده وبياكل ويتفرج على حاجة وبيتكلم. زي كابتن جوهري قبل الغداء لم التليفونات ده ملوش حل. قبل الغداء روح لم التليفونات بتاعت العيلة كلها عشان نقعد نتكلم مع بعض. بس انت كابتن من عشاق كابتن جوهري بصراحة. طبعا. مين ما يحبش كابتن جوهري؟ هو يعني نموذج للشخصيات والمديرين الفنيين الكبار جدا جدا. يعني انا اعتقد ان انا يعني ما اتمرنتش مع اي مدرب تاني سواء في مصر او بره مصر او اي هو ازاي بيخليك لعيب كوره تركز في الكوره. انت حياتك لازم عايز تلعب كوره، لازم حياتك كلها كوره. صحيح. جوه الملعب وبره الملعب، وكان بيهتم بره الملعب قوي، ولازم تتفرج ولازم كذا، ولازم تشوف انت حتى التمرين احنا بكره هنعمل كذا. وهاني طبعا عارف حتى شخصيه الكابتن جوهري لما يعني حتى بتقابله بره هتتكلم على الكوره. يعني هو ما عندوش حاجه، هاني هو ما عندوش حاجه في حياته اذا كان بقى في معسكرات او ماتشات بره في بس الوقت يتكلم مع اولاده كوره ومع امراضه ده هو لو ما عملش حاجه يجيب حد عشان يتكلم معاه. بس هو جه في وقت حساس جدا كابتن جوهري، في فتره انتقاليه ما بين الهواه والاحتراف. يعني الفترة دي كان كرة بتتنقل بقى من الهواء أو النظام اللعب كهواء للاحتراف. هو كان سابق هيثم، هو كان سابق. يعني حتة أنه حسسك باللعيب يعني إيه محترف، ده كان سابق في ظل الهواء اللي احنا كنا فيها. بس لازم اليوم الكامل كان بيعمله حتى بره الملعب، بره التدريب. انت ازاي تفكر وتركز وتقعد في البيت وتهتم باكلك وتهتم كذا وتتفرج وتشوف وداخل في الكوره في كل حاجه. هو انت داخل في الكوره وعنده حاسه غير عاديه. هو بيوصلك، ممكن هاني عارف الكلام ده، بيوصلك في وشك كده. عارف ايه بقى كابتن؟ لو انت عارف انت مركز ولا مش مركز ولا عقلك مجهد فين، مجهد تعبان. كان له حركه شهيره جدا لما يقابل حد يشوف وزنه زايد يعمل له كده. والله من هنا الحته دي يقول لك مش لعيب كوره، عنده خدود كده لازم تبقى عامل كده. صح. عشان تبقى فت. عشان تبقى فت. انما خدود دي بقى انت مش يا مش مركز يا زايد يا عام. فهو حياته كلها اتكلمت على الشكل الاسري شويه والتغييرات يمكن اللي حصلت فيه على مستوى الكوره بقى، على مستوى المباريات. كمان مباريات اعتقد برضو فيها اختلاف شويه طبعا عن الجيل دوت، اجواء رمضان طبعا. لكن يعني نحب نسمع برضو ذكرياتك مع رمضان مع النادي الأهلي. يعني أنا طبعا حضرت يعني مع النادي الأهلي مع الفريق طبعا أكتر من مباراة سواء محلية أو إفريقية في رمضان، أثناء رمضان طبعا. وأتذكر منها مثلا مباراة كانت في بطولة إفريقيا، كانت 84 تقريبا أو 85 مع هيلاندرز بطل سوازيلاند هناك. وكان رمضان وكان الكابتن جوهري اللي ماسك، الكابتن المدير.
فطبعا اليوم هناك 15-16 ساعه سيارة. طبعا وقعد معانا وجو طبعا وكده وقال لنا دي مباراه. كابتن جوهري ما عندوش مباراه سهله ومباراه صعبه. يعني مش مثلا لو المباراه مثلا مع فرقه متواضعه شويه يقول لك ايه طب يعني لا 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 هو كذا. هو بيخيرك انت هتنزل تبقى كويس، عايز تصوم صوم، عايز تفطر افطر، بس انا يهمني الاداء في الملعب. طبعا في لعيبه كانت لو الدنيا اتربقت ما مش هيفطر. ده حقيقي ده حقيقي. فكنا هناك ومعظم انت عارف كمان ايه لما تحس ان في غيرك صايم في الفريق وانت مثلا يعني اي حد عايز يفطر بيبقى مكسوف يعني عايز تاخد رخصه انت مسافر مثلا انت او عندك ازاي؟ حاجه بتاع لا مفيش. والحقيقه لعبنا المباراه دي واحنا صايمين، كل الفرقه كانت صايمه وادينا مباراه كويسه قوي. واول يعني من المباريات القليله الاول النادي الاهلي يكسب 5-0 بره. ايا كان بقى المستوى الفريق اللي قدامك انك تلعب بره مظبوط في افريقيا زمان وتكسب 5 ده سكور كبير قوي يعني. صحيح. وعدى وقبل وبعد كده برده مباريات كنا بنلعب مباراه برده في كينيا مع الشيخ طه اسماعيل برده في بطوله افريقيا وكنا برده صايمين. والشيخ طه بقى لا يعني ده حريص بقى كله صوم وكله بيصلي تراويح ويصلي كذا وكذا. والشيخ طه لما هي مدارس كان بيصلي التراويح بقى بيقعد يعني هاني مثلا 10 12 ركعه والدنيا. عايز اقول لك ده بينعكس ايجابيا على اللعيبه. خلينا انا عشت فترات طويله انا عشت فترات طويله مع المنتخب او حتى مع النادي الاهلي. انا شايف ان العمليه دي بتدي نوع من انواع التحدي اكتر للعيبه سوبر باور تربو طبعا بتطلع يعني السكند سبيريت بتطلع. فالحقيقه ده كان مميز جدا. وانت حاسس كمان ان انت يعني صايم وبتتحدى الكلام ده يعني بيخلق عندك كده سوبر باور اصرار وحاسس ربنا هيكرمك وانت صايم. اقول لك على حاجه ربنا بيكرم فيها ربنا بيكرم. اقول لك على حاجه كابتن، في لعيب باسكت اسمه كايري ايرفينج بيلعب في دالاس دلوقتي. اللعيب ده سوبر ستار في الام بي اي في الباسكت بول. اللعيب ده مسلم هو وبيصوم. فامريكا هناك يعني ما فيش نجوم كبار في الباسكت كانوا يعني مسلمين من ايام يعني زمان يعني. هو كان هو ده يمكن كايري ايرفينج اكتر واحد فبيصوم. فالمذيعين بشوف انا الحوارات مستغربين ازاي بينزل يحط 40 بوند. طبعا. فبيقول لهم انا ما بحسش ان انا صايم. فده ياكد كلام حضرتك وكلام كابتن حشيش ان النهارده اللعيب لما بيبقى صايم بيديله سوبر باور طبعا. اراده وتحمل بيكسر الحدود اللي هي بتبقى بتوقفه. صحيح. عايزه نفتح حوار نبدا هيثم بالملف النادي الاهلي. عندنا ملفين، عندنا هنتكلم عن النادي الاهلي ومنتخب مصر. خلينا نبدا بالمنتخب. نعم نبدا بالمنتخب. يلا بينا ماشي عشان نبدأ. يعني لسه نوصل صح تسلسل الاحداث عشان لسه الحدث يعني امبارح وكده بالظبط. انا كنت يمكن قبل الهوا بقول لك انت شفت المباراه ازاي تابعتها ازاي. هو انا قبل طبعا ما اتكلم عن المباراه لازم طبعا يعني اكيد لازم نشكر الدوله المصريه حقيقة. على الاستاد الفخر لكل المصريين يعني ده سلسله من الانجازات. شفنا استاد على مستوى عالي من اهم دلوقتي استادات على مستوى العالم. انت قاعد تتفرج امبارح هاني تحس ان انت في انجلترا في البلاد اللي طبعا المتقدمه يعني استاد على رائع احتفاليه كبيره. وبنشكر طبعا الشركه المتحده للرياضه على طبعا المباراه اتنقلت في وقت قليل قوي الامارات لمصر. تنظيم واللي احنا شفناه والتصوير والكلام ده والافتتاح حاجه تحسسك ان الاستاد ده لا ده بيديك دفعه ان انت لا الفتره الجايه ان شاء الله هتقدر بقى كنا عايزين احنا شويه استادات من دول. واحد قاعد من درجه فرق انا كنت هناك في الاستاد واحد ورايا بيقول لي عايز تلعب طبعا. قلت له ده انا نفسي دلوقتي طبعا بس الاول هتلعب لوحدك من غير اي حاجه. صحيح. بالشكل والملعب هاني كمان يعني وانت نازل الملعب انا متهيألي يعني ده كمان من الحاجات المهمه جدا للاتموسفير بتاع الملاعب. مليون في الميه مليون في الميه يديك شكل رائع ده برضه بيحفز في كاس العالم بيحفز يعني. انك تلعب وبتلعب على ملعب سجاده وحاجه زي ما بقول لك الاستاد ده بيشجعك بقى وشجع الدوله المصريه انها تستضيف ايفنتات جايه كبيره جدا. صحيح. جدا كاس عالم اللي احنا حلمنا احنا كمصريين ولاعيبه كوره بالاخص ان احنا يعني انا نفسي اشوف كاس عالم في مصر يعني قبل ما الواحد يعني انت فاهم ازاي وده نوع من انواع الاستثمار بنيه تحتيه استثمار كبير جدا جدا لان الناس مش عارفه ان استضافه هاني كاس عالم في مصر
شوف المداخيل اللي هتيجي لمصر قد ايه. لا وانا بكلمك حتى قبل كاس العالم، خلي بالك الصرح ده مش هيبقى بس خاص يعني بالكره القدم بس، في ايفنتات كره قدم وفي بطولات دوليه هتنظم ان شاء الله. صحيح. بص يا كابتن الشعار الاولمبيات يعني هو هي مدينه قريه مصر الاولمبيه. انا عايز اقول لك حاجه هيثم، اتفضل يا كابتن. يعني يعني الناس اللي عصرت صفر المونديال بتاع 2010، انا عصرت 10، احنا اساسا اترفضنا ما خدناش نقاط خالص عشان البنيه التحتيه والاستادات والطرق والحاجات دي والكلام ده كله. هو ده زحمة يعني انتوا شايفين دلوقتي طرق على اعلى مستوى وكباري سهلت الحركه. يعني كل واحد يفكر كده من كام سنه، من 10 سنين كنا بننزل نروح من هنا لهنا في قد ايه. طبعا كمان يعني في 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 شغل الحقيقه بيحصل كويس قوي في الجزئيه دي جدا، شغل الملعب لملعب الكلام ده كله اتحط في الحساب وخدنا صفر المونديال. عايز اقول للمصريين بقى فلوسكم اهي، يعني دي فلوس المصريين عملت ايه؟ صحيح. بين ايد امينه وصلت لانها تعمل حاجه انت قاعد وانت فرحان. شوف الدوره دي كمان شجعت كمان الفيفا انها تعتمد البطوله طبعاً. اللي احنا بنلعبها دي. كابتن مصر هتستضيف بطوله العاب الافريقيه. الافارقه الاشقاء منتظرين يجوا مصر. انا بقول لحضرتك انا في المجال صحيح. صحيح. عايزين يجوا يشوفوا اللي وصلت له مصر في مجال الرياضه والبنيه التحتيه والملاعب، لان بيتفرجوا على الحاجات دي زي ما احنا بنتفرج. النهارده في غانا الناس راجعه من غانا بيقولوا احنا منتظرين نيجي مصر. صحيح. مش اي دوله تقدر تستضيف كاس عالم او بعد كده اولمبياد كمان. الاولمبياد دي حاجه كمان كبيره جدا جدا، الحلم ده بيقرب. القاره الاولمبيه اللي احنا شايفينها دي والامكانيات الكبيره دي تخليك بقلب جامد بتقدم الملف بتاعك عشان تستضيف حاجه زي كده. بقول لحضرتك حاجه كمان كابتن من الكواليس، احنا بنقرب. احنا بنقرب الاولمبيات واللجنه الاولمبيه الدوليه كلها، واللي منتظر يجي ورا توماس باخ الياباني اللي منتظر يجي ورا توماس باخ، الراجل ده مقتنع جدا بمصر. وفي تارجت هناك جمال اموميه انه تبقى مصر اول دوله افريقيه او اول مره افريقيا تستضيف الاولمبياد. عايزين نقول ان هي دي بقى العاصمه الجديده، وهي دي مصر الجديده فعلا، اللي يمكن احنا يعني اللي هيحس بيها اكتر بقى الاجيال اللي بعدينا. لا ان شاء الله واولادنا، ويعني يعني يعني انت فاهم ازاي، بعد فتره هتحس ان مصر اتنقلت نقله كبيره جدا جدا في مصاف البلاد الكبيره جدا من حيث الطرق والانشاءات والصروح الكبيره اللي بتتعمل دي. فدي حاجه بنحيي يعني الدوله المصريه، كان لازم نقول الكلام ده قبل ما نبدا يعني كلامنا عن المنتخب. طب عايزين بقى ننقل وننقل بقى ان شاء الله بيبقى في نقله كمان لمنتخب مصر مع قياده فنيه جديده للكابتن حسام حسن، والكل يعني متفائل وكل الحقيقه بيساند، وده شيء ايجابي جدا جدا. بطولة كانت هتتعمل في الإمارات، جت مصر. كان وكابتن حسام كان بيأكد كل مرة أنه هو صمم أنه يلعب بهذه البطولة. شفت بدايتها إزاي مع فريق أو مع منتخب نيوزيلندا؟ شفت جرأة من حسام أنه لسه ماسك بقاله فترة قليلة قوي، وأنه هو يبقى مصر على دورة كبيرة زي دي بتضم برضو فرق على مستوى عالي. كان ممكن يقلق. كان ممكن يقلق أقول برضو أنت، لأن عارف أنت عارف برضو الانطباع بيتاخد من أول لقطة. فهو كان من حقه يخاف، انما مع ذلك اصر انها تتعمل. هو قلبه جامد. قلبه جامد، وهو عارف انه جاي وراه ظهير جماهيري كبير بيدعمه. نعم. فكان يهمه يعني اكتر من الاداء، لان الاداء وضع طبيعي اللي احنا شفناه امبارح. لسه فرقه بتتكون، عناصر جديده دخلت الفرقه ما بين خبرات وما بين ناس صغيره، لان هو يعني حاطط في دماغه ان هو لازم ينزل بالاعمار اللعيبه شويه عشان برضو كاس العالم. نعم. جاي قبل كمان فتره صعبه جدا، فتره الصعوبه بتاعتها ان انت ان شاء الله باذن الله مش انك تكسب التصفيات عشان تخش كاس عالم، لا انت عايز تعمل حاجه في كاس عالم، بتروح تشارك وتمشي. يعني احنا امل المصريين دلوقتي، يعني معظم المصريين طبعا مطمنين ان شاء الله باذن الله نتيجه للظروف بتاعه البطوله السنه دي او التصفيات ان انت داخل كاس عالم. مش هنروح احنا بعد كل السنين دي ونمشي زي المرات اللي فاتت بدون اي بصمه بدون اي ذكر. فانت شايف ان البطوله دي شجاعه من كابتن حسام او من الجهاز الفني انه يقول لك لا انا جاهز اخشها؟ مليون في الميه. وافتتاح استاد كبير برضو، المباراه الاولانيه بتعلم مع الناس وبتبقى في الذاكره، فانك تكسب في اول مباراه. صحيح. دي حاجه كويسه جدا جدا، دفعه كبيره طبعا للمنتخب ودفعه كبيره لحسام حسن. صحيح الاداء مش احسن حاجه، انما بقول لك ده وضع طبيعي. طب وده يمكن كان مأثر على حسام. بعين الخبير بعين المتابع الجيد، ايه المختلف في منتخب مصر؟ اكيد في اختلاف، يعني الجهاز الفني بيبقى ليه بصمه بتبان من اول يوم، غير ان حضرتك قلت انه عايز ينزل بالاعمار او الصوره في الفنيات بقى. هي المختلف
هي قبل الفنيات هي بصمة كلنا كنا مستنينها ومتوقعينها، وهي الروح الجديدة بتاع المنتخب. تمام. والحماس الفرقة أو اللعيبة هيبينوه للجمهور كله. شايف اختلاف يا كابتن؟ طبعا أنا شايف اختلاف. هو عايز أشوف، يعني أنا ممكن أخش معاكم في المناقشة دي اللي أنا شفته، هو عملية التواصل المستمر حسام حسن مع لعيبته جوه الملعب. لو قلنا روي فيتوريا وحسام حسن مش هنتكلم فني، لأن الحقيقة ما نقدرش نقيم فنيا دلوقتي خالص. يعني صحيح. حتى حسام اشتغل معهم خمس ست ايام، لكن مش دي المده اللي تقدر تقول طبعًا ان هيكون فيها تغيير على المستوى طبعًا الخططي او الفني او فالموضوع لسه محتاج وقت. لكن عايز اتكلم على الحاجات الثانيه، انه التواصل المباشر مع حسام حسن دايما واقف على الخط، روحه على الخط. انا لعيب وعارف، يعني انا لعيب عارف، انا في وقت من الاوقات ببص وانا بلعب في المباراه بطرف عيني كده ببص للمدرب بتاعي. فالحته اللي حسام دايما بيحسس اللعيبه ان هو موجود معاهم في الملعب، ده هاني ده شيء ايجابي. مش هقول ان ده ممكن يكون سبب نجاح، لا طبعا، لكن طبعًا هو شيء من عوامل المساعده. عوامل المساعده من الاختلافات اللي حضراتكم شايفينها. عايز اقول لك بتحسها، ويمكن هاني عارف، وانت كنت لعيبه هيثم، يعني كلامه للعيبه وتحفيزه للعيبه على الخط، سلامه للعيبه وهي خارجه، اللعيبه البدلاء وهي نازله، كلامه مع الناس اللي على الدكه، لا، في حاجات ما يقدرش يعملها غير المدير الفني المصري، لان الاجانب بعيد عن الحته دي شويه. مظبوط. الاجانب يعني شغل بيزنس، حته العاطفه والروح. احنا عندنا الحته دي بتفرق معانا قوي، بتعلي اللي جواك، حتى لو انت 60 70% بتقدر تجيب ال 90 بالحته دي. واحنا بالذات كمصريين، عندنا حته العاطفه والروح والكلام ده. يعني حسام احنا كنا متاكدين، لانه طول عمره وهو لعيب وهو مدرب في الحته دي، ولعب بالروح لسن كبير، وكمان على مستوى الانديه ما كان بيدرب انديه، فما بالك بقى ما يدرب منتخب مصر. فالروح بتزيد اكتر والحماس بيزيد اكتر، وهو اصراره وعينيه وهو بيدير اللقاء مع اللعيبه. يعني وبعدين عمل برضو كذا حاجه كويسه انا شايفها، ان هو عشان الوقت قليل فلعب اللعيبه اللي هي بتلعب مع بعضها اكتر، ما لعبش في التشكيل كتير، ما لعبش في التشكيل خالص، وما لخبطش في المراكز. طب خلينا نروح للتشكيل اكتر يا كابتن، بس استاذن حضرتك لازم نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان نرجع نكمل كلامنا مع الكابتن الكبير كابتن محمد حشيش بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. كابتن محمد، كنا بنتكلم على بعض النقاط على منتخب مصر، وحضرتك قلت ان ميزه حسام انه ما قدرش يعني يغير شكل المنتخب من عناصر او من مراكز. صحيح. ده كان شيء ايجابي. ايه الحاجه الثانيه اللي انت شفتها ايجابيه، غير طبعا النتيجه كانت مهمه جدا بالنسبه لك، ايه اللي انت لاحظته في المباراه ويعتبر شيء انت شايفه ايجابي بالنسبه للفتره اللي جايه؟ يعني طبعا شايف اكتر من لعيب في حالتهم الكويسه الحقيقه، يعني امام عاشور طبعا، ونتمنى له الشفاء يعني ويرجع الملعب، لان ده خساره طبعا لمنتخب مصر والنادي الاهلي. اسوء حاجه هي الحاجه الوحيده اللي عكننت علينا بعد الفرحه الكبيره دي بالاستاد وبالمكسب والكلام ده يعني. انما في لعيبه كانوا كويسين، مروان طبعا مان اوف ذا ماتش كان كويس، من اللعيبه الكويسه، مصطفى محمد طبعا من الناس الكويسه، رامي ربيعه كمان انا شايفه امبارح برده كان كويس، وبالتحديد الكور اللونج باس اللي كان بيعملها في اماكن كويسه. مزبوط. وبيفتح يعني حلول كبيره من تحت عملها واضافه كبيره رامي للمنتخب الاهلي كابتن. طبعا يعني هو كان المفروض من زمان يكون ليه وجود بشكل كبير. الحاجه الوحيده بس اللي انا خدتها عليهم ان احنا كنا بندافع من تحت قوي، ومفيش ضغط شويه على نص الملعب، قليل شويه، فبالتالي ادينا فرصه للفرقه الثانيه للاستحواذ ويبنوا هجمه. طبعا الاستحواذ مش هو الفيصل في الموضوع، بس ده بيدي برضو ثقه للفرقه اللي قدامك وبتنقل. تفتكر ده وليد صدفه ولا كان تعليمات يا كابتن؟ اعتقد تعليمات، لان حسام برضو زي ما بقول لك هو عينه على المكسب، خايف يفتح الملعب. طبعا عينه على المكسب في مباراه زي دي في بدايه مشواره واول مباراه مع طبعا الجمهور المصري وكده. بس حته الدفاع المتاخر ده شويه اللي هو قدام ال 18 ممكن يسبب كمان اخطاء.
يعني هم لو كان عندهم انياب هجوميه شويه وفي تصرف على ال 18 من المهاجمين كان ممكن جون. يعني يوصلوا لحاجه وكانت هتبقى مشكله، لان الفرقه دي لو كانت احرزت هدف كانت تعبتنا قوي. هي دي بس الحته الوحيده اللي انا خدتها. كمان لما بتدافع دفاع متاخر شويه هاني بتبقى عشان الحته الهجوميه، فبقى في نقص عددي في الهجوم عشان تطلع بقى بالفرقه كلها لقدام بتاخد وقت شويه. فكنا يعني بنعمل الحقيقه اللونج باس دل في الحتت الفاضيه عشان تقدر تجري. تخلق بس حاجه، انما لما بتطلع من الديفنس نص الملعب بتبني هجمات مصبوط. تقدر تعمل بعض الاستحواذ، الاستحواذ ده هو اللي بيخلق الفرص نتيجه للتحركات. يعني حضرتك افهم من كلام حضرتك ان الترانزيشن لما كنا من الدفاع للهجوم كان متاخر شويه نتيجه الدفاع السائق. كان متاخر، وبالتالي عندك فجوه ما بين الديفنس ونص الملعب والفراوده، فبيقدر في مساحات يعني الفرقه الثانيه تستحوذ، وهو ده اللي كان بيحصل. وهم الحقيقه فرقه طبعا مش مستوى اول، بس بيلعبوا كره حديثه وبيلعبوا كره سريعه، بيلعبوا من لمسه واحده، يعني هي تجربه الحقيقه كويسه. طبعا مش هنحكم برضو زي ما احنا قلنا على الفريق من الاول مباراه، دي لها ظروفها ولها معطياتها. نبتدي يعني نحكم على حسام كمان مش من المباراه اللي جايه. طب مين من اللعيبه مين من اللعيبه في مشاركتهم امبارح فاجئك؟ يعني حسيت ان هو يعني لا فاجئني في الاداء، خاصه في الوجوه اللي خدت جديد، يعني مش القدام مع المنتخب او لعبه حتى في افريقيا. انا انبسطت من الناس اللي كانت غايبه، القديمه اللي غابت عن المنتخب ورجعت تاني زي قفشه. تمام، انبسطت ان هو رجع تاني وواضح ان هو له تاثيره وبصمته في الملعب نتيجه يعني بيلعب بلاي ميكر، وكان اي فرقه في الدنيا غير منتخب مصر او منتخب مصر محتاج دايما لصانع العاب. طبعا عمر ما فرقه تلعب اوتوماتيك 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 من غير عقل مفكر يلعب لك واحده، هو زي امبارح ما عملها. انا مقتنع بكلامك، لان كمان الادوار ممكن تختلف، لكن مهم جدا يكون عندك حاجه شبه قفشه، يعني راجل بالزبط. مش هنقول 10 قوي لان هو لعب 4-3-3، لكن في وقت معين يقدر يعمل الدور ده. يعني يقدر يعمل كنترول على الكوره، يوصل باس كويس، يعمل يعني الاحتفاظ بالكوره كمان هو ده بشكل جيد. ان انا ازاي في وسط الزحمه في وسط الدربكه لازم عندي واحد يقف على الكوره مظبوط، يبتدي يتحكم في الريتم. صحيح. لو الريتم سريع مثلا او قدامك وانت مش قادر تجاري لازم مين غير قفشه كمان يا كابتن عجب حضرتك مشاركته؟ يعني مش زي ما بقول حضرتك مش الوشوش اللي احنا دايما او اللعيبه النجوم يعني اللي موجودين بصفه دايمه، لا اللي شاركوا امبارح زي قفشه كده، مسمين تاني. انا عجبني طبعا مروان، عمل مباراه كويسه. عنده بقى الحته اللي هي ناقصاه اللي هي التصويب من الخارج، ده لازم المركز بتاعه ده يكون دايما بيصوب من الخارج، لان انت مش في كل كره هتوصل. هو شاط واحده بقى 18 في العارضه ممتازه ومن بره ومن بعيده، بس عايزين ده كتير بقى. عنده الجرأه دي لازم بقى يظبطها، هو كان بيشوط بس ما كانش امام عنده الجرأه دي. انت عارف يا كابتن برضو كابتن هيثم، انا كنت يمكن شويه من الحاجات اللي كنت عايز اشوفها ما شفتهاش، ان انا كنت عايز اشوف مثلا مصطفى فتحي بدري شويه. تمام بالظبط. الناس اللي نزلت الشامي برضو خد 3 دقائق، يعني العناصر دي كنت متهيألي ان هي كان ممكن تاخد مثلا تلت ساعة 25 دقيقة في الشوط الثاني، لكن انا متفاهم ده لان حضرتك كان خايف. ايوه بالظبط، يعني كان قلقان شوية من النتيجة. كلمة لو عايز يكسب تمام. هي الجزء ده كان بس يعني نشوف برضو العناصر دي. هاني السؤال هاني مدرب فني كبير ومسك المنتخب وكده، المدير الفني لما بيلاقي الفرقة ماشية خلينا زي ما احنا في تغيير. ايوه مظبوط، وخصوصا زي ما قلنا ان الماتش ده مش مقياس لانه بدايه والنتيجه كانت مهمه بالنسبه لحسام قوي، فهو عايز يحتفظ بالقصه. اعتقد انه في المباريات اللي بعد كده هتشوف عناصر كتير. بالنسبه للمباريات اللي بعد كده احنا يوم الثلاث عندنا مباراه يمكن تونس وكرواتيا كان شغال له لسه، انا سبتهم 0-0 لسه برضه قولوا لنا 0-0 اللي بلغنا لسه يا كابتن، ولو 0-0 استمر هيلعبوا ضربات جزاء. المباراة التانية هتكون مباراة أكيد مختلفة طبعًا. سواء كان المنتخب التونسي طبعًا. أو المنتخب الكرواتي، هل حضرتك شايف حسام هيشتغل تكتيكيا بشكل أكتر صرامة في الدفاع، يعتمد على الكاونتر أتاك؟ هل هيكون في تغيير في التشكيل، هيبدأ يدي بعض اللاعبين يكون في جراءة شوية، ولا أنت شايف المباراة النهائية هتبقى ماشية إزاي؟ هتختلف بين المنافس لو كرواتيا أو تونس. لو تونس حسام هيلعب ضاغط وهيلعب من اول المباراه ضغط على فريق تمام. تونس لو مع كرواتيا لازم يبقى في حرص ولازم يبقى في خطوط قريبه ولازم يبقى في زون ديفنس شويه،
تلات ارباع ملعب نص ملعب شويه، لان انا شفت الشوط الاولاني بره بين كرواتيا وتونس تقريبا كرواتيا بتلعب في 18 بتاع تونس، الضغط وتونس ال10 راجعين على ال18 يعني، ومع ذلك استحواذ نسبة كبيرة جدا لكرواتيا. كرواتيا طول عمرها كده، كرواتيا بتلت العالم النسخة اللي فاتت وصيف العالم اللي قبليها طبعا. فانت لو ما عملتش بلوك دفاعي قدامهم هم، لا عندهم مودريتش وعندهم كذا واحد بيلعبوا البصل اللي من العمق دي اللي من الاطراف، لا هيبقى خطر جدا جدا طبعا. فلازم هيأمن قوي. انما لو تونس لا، انا عارف ان حسام طبعا ديربي بين مصر وتونس هيهاجم وهيضغط عليهم من البدايه وهيبقى برضه فيه تامين، ممكن يلعب برضه باثنين. التجربه مع تونس كانت قريب برضه في كانت في هنا تقريبا في استاد القاهره يا كابتن، يعني مش مقياس، لان هي كان مباراه كده يعني خسرنا فيها دي طبعا كانت يعني مشكله، بس زي بقول لك ماتش امبارح هيدي دفعه لحسام، المكسب بيقوي شويه، وخصوصا بقول لك لو المنافس متغير يعني كرواتيا غير تونس مليون في المية، وتونس كده. هو النهارده في الملعب بيتابع الماتش وبيشوف مفاتيح اللعبه، واعتقد ان هو برده مش هيلعب في التشكيل قوي يعني انت شايف انه نفس التشكيل هيبدا ولا ممكن يغير بعض الافراد يعني في حدود ضيقه يعني قوي، لانه برده هيدي مثلا محمد شكري على حساب محمد حمدي مثلا في الباك الشمال، ممكن يكون حجازي على حساب رامي او عبد المنعم. خلي بالك برده يا كابتن لعيبه الاهلي كمان يعني، بس مع تاريخ حسام حسن احنا شفناه في الدوري كتير يعني هو بيحب تثبيت التشكيل يعني ثبت التشكيل هو بيحب كده، بس الانديه مختلفه شويه عن المنتخب. هل هيغير ده يعني؟ هل وانا هقول لك حاجه، هو برده انا في رايي مش هيغير قوي. ليه؟ لان هي مباراتين وسايب موضوع ان يشوف اللعيبه اكتر فيما بعد البطوله دي لما يلعب بقى مباريات وديه، ويكون هيتحرر من الضغوط بتاعه البدايات. انما هو برضه حسام يهمه قوي ان هو يكسب وياخد بطوله، اول بطوله داخلها بعد فتره قليله في فرقه كبيره كمشاركه، والفرقه الحقيقه يعني ادت يعني هنقول مباراه جيده وبالذات في الشوط الثاني، فاعتقد ان ممكن يثبت، ممكن يبقى التغييرات في حدود ضيقه قوي. انا ده رايي يعني، عشان برضو يدي نوع من انواع الانسجام زي ما هو بدا وحط برضو خطوط معينه بيلعبوا مع بعض، هو برضو هيكمل في الحته دي. طب كابتن هاني استاذ حضرتك هنطلع لفاصل، احنا طبعا عايزين نروح بقى الاهلي ومباراته القادمه، نطلع من المنتخب نروح لنادي الاهلي، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن الكبير كابتن محمد حشيش، ولكن بعد الفاصل. لسه مع حضراتكم مع كابتننا الكبير الكابتن محمد حشيش، ونروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما حضرتك عارف كان في اجازه، ولسه النهارده بادئين التدريبات. اكيد اصابه امام عاشور هتكون اكيد مؤثره بشكل او باخر. رؤيتك لمباراه كبيره خاصه مباراه سيمبا، انت عارف الكوره في تنزانيا فيها تطور كبير جدا على مستوى سيمبا، على مستوى يانج افريكان. شايف المباراه صعوبتها هتكون فين يا كابتن؟ يعني انت شايف، كلنا شايفين المباراه مش سهله، مباراه صعبه. النادي الاهلي قادر لكن هتكون مباراه صعبه يعني. هو طبعا مباراه صعبه، فرقه سيمبا فرقه بتطور بشكل كبير قوي خلال الفتره الاخيره، ولها تجارب سخيفه معانا خلال الفتره اللي فاتت. عندهم ظهير جماهير كبير جدا صحيح. جدا يعني متعصبين جدا للكوره وفرقتهم وكده، وحاسين ان طبعا يعني صعودهم للدور اللي بعده هو من خلال المباراه بتاعتهم هنا طبعًا. لان ما اضمنش طبعًا مباراه القاهره ازاي ممكن تحصل ازاي، فمن هنا هي الصعوبه. في الجهه المقابله طبعا النادي الاهلي بيعمل استعداده كامل لكل الفرق اللي بيلعبها، لانه عارف ان هو طالما طرف مباراه الناس الثانيه بتبقى مولعه نار يعني نوك اوت بقى خلاص دي نوك اوت بيلعب البطل او المرشح الاول للبطوله بالظبط، فبيبقى عارف ان هو طريقه للبطولة هو من خلال مقابلته مع النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا يعني الفترة الأخيرة احنا الحمد لله قلنا ان في اكتر من لعيب جاهز، ودي ميزة كولر ان هو مجهز اكتر من لعيب ورجلهم في الملعب، عامل قاعدة كبيرة جدا من اللعيبة تقدرش تقول مين يلعب ومين ما يلعبش وكده. طبعا في لعيبة بتعمل فارق زي امام عاشور، ده طبعا خسارة كبيرة طبعا للنادي الأهلي، لان هو من اللعيبة القليلة اللي بتعمل المهام الدفاعية والهجومية صح. بشكل كبير جدا صح. عنده ميزة كبيرة ان هو بيبقى حاطط في دماغه الكرة بتجيله، ان هو واحد على واحد بيرقص وبيعدي وبيخلق مساحات،
يعني مش اللعب التقليدي صحيح. اللي الجناب ويباص وهو واقف وكده. هو كمان كان في فورمه كويسه بالظبط كده وهداف وبيروح على الجون وبيصوب من بعيد وبيلعب في اوقات كتير جدا بلاي ميكر. فهو الحقيقه يعني لعيب ما شاء الله متكامل. طب ممكن يعني. ازاي مستر كولر يعوض غياب امام عاشور؟ هل هيغير طريقه اللعب ولا ممكن يبقى في بديل انه ينزل يعني؟ هو ما بيغيرش الحقيقه طريقه لعبه، هو طريقه لعبه يعني ثابته وبيلعب دايما من تحت وبينقل واستحواذ وكده. ف يعني اعتقد ان في لعيبه ممكن يعني تادي الدور ده. طبعا لعيبه ثابته، بس هو القلق بقى من اللعيبه المتواجده مع المنتخب دلوقتي، لان الحقيقه مجهود امبارح كبير. المباراه الثانيه برضو هتبقى فيها لعيبه كتير. من امبارح 5 لعيبه من النادي الاهلي موجودين صحيح. في الملعب. وممكن المباراه اللي جايه برضو يبقى نفس العدد. خلي بالك المباراه الثلاث وانت مسافر يمكن الثلاث بالليل او 4 يعني الصبح، قمه بقى تروح سفر وبعيد وعندك مباراه في اجواء مختلفه خالص تماما خالص. لعيبه بقى فاصله بتيجي تفصل بقى من المنتخب وبطوله، تطلع على حته تانية خالص في بطوله تانية. طب هل يا كابتن يعني ممكن نشوف برضو، ما اعرفش انا يعني بحلم او أي. بفكر هل ممكن نلاقي كابتن حسام ممكن يحط ده في اعتباراته في المباراه القادمه ولا عادي؟ ابو حسام لا مش هيحط لا هو حاطط في دماغه المنتخب خلاص المنتخب لازم اكسب، والمنتخب هو نمره واحد وبالنسبه له نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه واللي شايف ان هو هيكسبه او هيفيده هيلعبه بغض النظر ان هو يبص على اي حاجه تانية. احنا بنقول بس الاهم من كده ان لما الناس تلعب ما يبقاش في اصابات تانية بقى. الله ينور عليك. لان هي دي هنتعامل معاه، الجهاد هنتعامل معاه، واحنا يعني كفيلين بقى ان احنا نحاول نعمل استشفاء، ولو انه ده هيبقى طبعا صعب لان الوقت ضيق جدا. وتنزانيا دي مش السودان، ده مشوار ساعه وربع ولا حاجه، دي مشوار كبير جدا جدا وطقس تاني خالص غير الاجواء المصريه. بس هنقول النادي الاهلي بخبراته بالمباريات بالظروف دي يعني لعب فيها اكتر من مره. طب كابتن من وجهه نظر حضرتك مستر كولر هيبقى عايز ايه من الماتش؟ ايه لو يعني حضرتك تقمص كده الجهاز الفني تمام، انت رايح مباراه زي دي وعندك الظروف دي، ما لازم تحط تارجت عايز في المقام إيه؟ الاول ما تدخلش فيك هدف صح في المقام الاول صح يا كابتن، تطلع بقى كسبان تطلع متعادل ما يدخلش فيك هدف. الله ينور عليك. وده الاهم، فهيبقى في تامين دفاعي كويس قوي قوي، ويعتمد بقى على نص الملعب والسرعات على الاجناب. لو ربنا صح. كرمنا بهدف هيفرق معانا قوي في المباراه الثانيه، انما الهدف الاساسي ان ما تدخلش فيك هدف. هو ده التارجت الاول والثاني والثالث والرابع صح. يعني انت لو رحت لعبت المباراه دي وطلعت مثلا 0-0 حد هيقول لك انت عملت ايه؟ لا بالعكس، في ظل الظروف دي كلها لا انجاز. يعني انجاز طبعا. طب يعني. اختيار سيمبا للمباراه الجمعه درسنا كويس يا كابتن. طبعا 100% عارفين ان في بطوله هتتعمل وفي تعرفوا حتى ان البطوله اتنقلت. خلي بالك كمان هو الاتحاد الافريقي تدخل، هم كانوا عايزين يعملوا المباراه الظهر. الاتحاد الافريقي كمان طلع تصريح ان اي مباراه بتلعب في رمضان، ده الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي الافريقي قال لك لا اي مباراه في رمضان صح، لانه كان من الوارد جدا او هم طبيعي جدا ده هو مليون في المية كانوا يعملوها كده يعني يعني النهارده هو درسك كويس قوي كابتن. هم اصلا هم خلي بالك كمان الفكره ان سيمبا في تطور في الاداء بالزبط. عنده مدير فني دلوقتي رائع، عنده لعيبه مميزه جدا واعمار سنيه صغيره. تاهلهم للمجموعه كابتن هاني كان ظروفه ايه؟ لا هو تاهل بشكل جيد. سيمبا من الفرق دلوقتي المصنفه القويه الحقيقه يعني. وتاريخها مع النادي الاهلي كمان تاريخ ما فيهوش يعني متعادل الى حد ما. طب بالنسبه للفرق الثانيه يعني خلينا نتكلم بقى في القرعه نفسها. هل ده من وجهه نظر حضرتك كابتن وكابتن هاني برضو موجود كان احسن اختيار لينا ولا كان ممكن فرقه ثانيه؟ لا من وجهه نظرك بقى كان عندنا مازيمبي وعندنا الترجي. وعندنا الترجي فالاثنين برضو وجهه نظر حضرتك انديه بطولات يعني وجماهيريه كبيره، فانت لما بتلعب برضو مهما كان سيمبا متفوق وكده الفتره الاخيره، بس التاريخ لا طبعا اقل شويه منهم يعني. مازيمبي عند يعني مباراه بتبقى صعبه جدا صعبة جدا هناك. قوي هناك على ملعبهم يعني ملعب الرعب اللي هم بيسموه يعني ده اللي معانا يعني الحمد لله برضه القرعه نوعا ما كانت يعني رب يعني الحمد لله لطيفه بينا شويه. هو بينك يا كابتن هو الموضوع ايا كان انت الترجي بتاعك انك ان شاء الله تاخد البطوله فترجي مازيمبي انت زي ما نقول جميع الاحوال مطالب انك تكسب البطل بيلعب اي حد صحيح. حراسه المرمى يا كابتن النهارده يعني مصطفى شوبير
برضو خبراته، خلينا نقول يعني هو طبعا كسر الدنيا الله اكبر عليه وماشي بشكل كويس، هل الحماسه ورغبته والويلنج الكبير بتاعه انه يلعب ممكن يعوض اي خبرات محتاجها هو لسه الفتره دي؟ هو خلي بالك هو برضو يعني لعب في ظروف صعبه، لعب نهائي ولعب كذا ولعب يعني ولعب اهلي وزمالك وكده، اتحط في ظروف صعبه، دي اصعب ظروف ممكن ناشئ يقابلها، فهو الحته دي خلاص المفروض ان هو عدى منها. كذلك هو برضو خلي بالك كان بيتمرن وموجود مع حارس افريقيا الاول الشناوي، فهو اكتسب خبرات حتى بالمشاهده. الله ينور عليك كابتن، وبالكلام وبالقصه طبعا هو ده. كمان على مستوى الشخصيه مهمه جدا، هو على مستوى الشخصيه كشخصيه شخصيه متزنه، يعني ما بيخافش من المباريات، صاحب شخصيه، عنده شخصيه، عنده شخصيه، يعني في خلي بالك في جوان كتير قوي واسماء كبيره ممكن جدا في مباريات كبيره ممكن يتهز شويه بالظبط او يبقى قلقان شويه، وانا بتكلم وانا عارف اسماء كبيره بتحصل لها الجزئيه دي. مصطفى المميز فيه انه كان بيغيب فترات طويله، واللي يجي يبدا مباراه ومباراه صعبه مباراه نهائيه بره ارضه طبعاً بيكون عنده ثبات انفعالي كويس، وبالتالي بيتاثر ايجابيا على اداءه. غير بقى كمان الضغط اللي عليه من اول ما لعب كره لغايه دلوقتي بتاع والده طبعا، ده ضغط ده ماشي معاه على طول طبعا، فده في حد ذاته ده حمل كبير عليه، يعني هو ده حمل كبير عليه، يعني غير اللعيبه العاديه هو عنده حمل اضافي. بس ومع ذلك عدى دي بقى كابتن خلاص، هو عدى طبعا دي وبعدين حارس المرمى بيختلف عن اللعيبه هاني وانت عارف طبعا، اذا ما كانش فعلا شخصيه أيوة وعنده ثبات انفعالي هو ده اساس حارس المرمى، لانه بيشيل حمل الفرقه كلها، لانه اخر خط في الدفاع طبعا، بعديه ما فيش تاني طبعا. فدي في حد ذاتها يعني بتحط ضغط، فاذا ما كانش واحد على قد المسؤوليه وعنده ثبات انفعالي وعنده شخصيه وشخصيه قياديه، والحقيقه دي في مصطفى من زمان، يعني طبعا مع عشرين ومن هو صغير وفي الاشبال هو عنده الحته دي، قائد في الـ في الـ في التمرين وفي اوضه اللبس، وهو عنده الحته دي كويسه، دي اللي مزوداه زي بقول لك خلته يعدي او يمر من التحديات اللي هو كان موجود فيها. يعني صحيح صحيح كابتن محمد، يمكن الوقت مر بسرعه كابتن هاني، ده انا قاعد مستمتع جدا جدا يعني بامانه معايا طبعا اتنين نجوم يعني طبعا كابتن محمد حشيش بشكرك، نورتنا وشرفتنا. كابتن كبير نورتنا لا طبعا انت كابتن يا كابتن ونتعلم منك، ربنا يخليك كل سنه وانت طيب ودايما طيب بتشرفنا ببيتك ربنا يخليك قناه النادي الاهلي جدا، كل سنه وانتم طيبين. اعزائي المشاهدين يعني دي كانت حلقتنا النهارده، والحقيقه استمتعت جدا في حضور طبعا كباتن كبار، الحقيقه يعني بنتعلم منهم وبنستمتع قد ايه هم بيحللوا طبعا من كل الوجوه الفنيه والاداريه وكل شيء. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده، والاهلي في رمضان. We'll be right back.